من جديد مرحبا بكل المستمعين والمستمعات، مرحبا ايضا بالتواصل ديال كل الناس من خلال الرقم ديالنا اللي هو 0522 36 05 36. اذا كيف قلت في البدايه، فاحنا دائما نكملوا في الصدد ديال اننا نتكلموا على مرض السكري، ولكن من ناحيه ديال التغذيه. الاسبوع اللي فات كنا تكلمنا على المواد الغذائيه، تكلمنا على المسموح والممنوع والمسموح المقنن، دونك على حسب لي كولور اللي فصلنا، فكرناكم بالاشارات الضوئيه ايضا، فاش قلنا لكم كل كولور كيعطي واحد نوع من المواد، يعني الخضر هو المسموح هي الخضروات، وهذا تكلمنا على الاحمر هو الممنوع، وتكلمنا على داك لورانج هو المسموح المقنن. دونك جميل، غنكملوا دائما في هذا الاطار، نتكلموا دائما على المواد الغذائيه، ولكن هذه المره غنتفصلوا بشكل اكبر، يعني كل خانه او كل كولور غنشوفوا شنو المواد اللي خاص اللي فيها، ونشوفوا كذلك الكميه والكيفيه كيفاش يستهلكها مريض السكري. علاش دائما حنا خصصتنا هذا الشهر اللي قبلتوا علينا اننا نتكلموا على مرض السكري وعلى التغذيه ديالو، لان كاين يوم خاص به اللي هو لو 14 ان شاء الله الاسبوع الماجي، وغنتكلموا باستفاضه ايضا على المرض واسبابه ومسبباته، ونشوفوا حتى الإحصائيات فين وصلنا مع مرض السكري، لأنهم الأمراض اللي غدا كتنتشر، حتى الهرم ديالها تقلب، يعني أنا ما بقاش يعني نوع كيصيب غير الوليدات، ولكن نوع اللي كيصيب الوليدات ولا كيصيب حتى الناس الكبار. دونك غنشوفوا باستفاضة هذا الموضوع هذا في ديك الحلقة إن شاء الله. مي اليوم غنتكلموا دائما على التغذية. التغذية حاجة مهمة وهي الأساس ديال كل شيء. دكتور بعدا صباح الخير. صباح النور، لاباس عليك؟ الله يحفظك. إذا حنا كنقولوا التغذية هي أساس كل شيء، وحتى في أنتم كأطباء يعني في كل حتى الإنسان أو الطبيب بغى يعطيك دواء كيقول لك ماكلتك كيف دايرة، تغذيتك كيف دايرة، خاصة عند مرضى السكري. قداش هي مهمة التغذية عند مريض السكري، ماشي غير ريجيم أو حمية؟ هي أكثر من مهمة، هي أساسية. ممتاز. التغذية بالنسبة لمرض السكري هي الموضوع، هي أساس الموضوع، يعني المحور الأساسي ديال العلاج بالنسبة لمرض السكري، كيف ما بعد الأغذية أخرى اللي كانت عندها علاقة بالاستقلاب، هي المحور الأساسي، يعني أن العلاج ديال مرض السكري كيبدأ وكينتهي في التغذية. هادشي ما كينقصش من القيمة ديال العلاجات الأخرى اللي كنستعملوها، ولكن اللي بغينا نأكدوا عليه اليوم هو أنه إلا ما كانش اهتمام كبير بالتغذية، فمريض السكري ما كيعطيش لنفسه هذيك الفرصة الكبيرة باش أن الأمور ديالو تعالج بصفة مضبوطة. ممتاز. إذا حدا اليوم غنشوفوا معك ومع كل المستمعين أكيد اللي نذكروا بالرقم ديالهم على 0522 36 05 36، نشوفوا معك المواد الغذائية، ونشوفوا بالترتيب اللي عملناه الأسبوع اللي فات، مي هذه المرة غنفصلوا بشكل أكبر، ونشوفوا حتى الكمية والكيفية للمريض السكري. مرحبا لاله جميلة، غادي ندخلوا مباشرة في الموضوع. كما كنا قلنا المرة اللي فات أنه الخانة الخضراء اللي فيها المسموح ولا المباح بحرية، كنا هضرنا على الخضر باستفاضة لأن هي الأساس. صح. هضرنا على الأطعمة الممنوعة أو الغير منصوح بها، وهضرنا على أمثلة فيها، ولكن يمكننا نديروا مراجعة خفيفة. نقدروا نقولوا أنه الممنوع مرتبط بالخصوص بالمواد الحلوة بزاف. فبالمواد الحلوة بزاف كنقصدوا الكلاس، كنقصدوا الحلويات، كنقصدوا الشوكولا سكري، كنقصدوا بيان سور لي بونبون لي كونفيتور، العسل، السكر المضاف اللي كنديروا في اتاي لانه ممنوع بالنسبه للسكري انه يدير اتاي حلو او قهوه حلوه، المشروبات بما فيها المشروبات الغازيه اللي كتكون في الغالب كتكون حلوه، العصائر واخا كتكون طبيعيه لانها كتطلق هذيك الحلاوه اللي كاينه في السكر في الفواكه، وكيطلع قيمه السكر فيها. صح. وكتخلي انها كتطلع السكر بصفه سريعه. وكذلك المشروبات الاخرى اللي كتكون حلوه، كاين واحد الممنوعات اخرى اللي ماشي بالضروره تكون حلوه ولكن فيها مشاكل صحيه اللي هي المقليات. وي دونك لي فريتور كلهم مقليين ممنوعين، سواء كانت بطاطا او الحوت او اللحم او لا حاجه اخرى، دونك لو باني او لي فريتور كلهم، يعني المقليات كلهم يعني غير منصوح بها.
باش من غير باش ما نقجروش بالممنوع كنقولوا المقيل المنصوح به من احسن. وكاين عاوتاني الدهنيات، واحد الفئه من الدهنيات اللي هي غير صحيه، وبالخصوص بالخصوص الزبده، لان فيها كوليسترول، فيها تريغليسيريد، فيها كالوري، يعني فيها الكالوريات بزاف، وفيها مواد اللي هي ماشي صحيه بالنسبه للمريض السكري. بالإضافة إلى زيوت نباتية أخرى، لأن كنحاولوا أن المريض السكري بما أنه المسموح به بالنسبة للزيوت هو كمية محدودة جدا، حيت في الأصل كنا قلنا باش نعود نذكره في الحلقة اللي فاتت أننا نركزنا على جوج ديال المبادئ أساسية. أول حاجة أنه يكون تغذية ناقصة من الطاقة، لهذا كنقصوا من الدهون بصفة عامة، وكنحاولوا نركزوا على زيت الزيتون، لأن من أجود المواد الدهنية اللي كنا في الغداء ديالنا، بالخصوص حنا الناس اللي على ضفاف البحر الأبيض المتوسط أو لازون ميديترانيان، أننا واحد ارتباط كبير بزيت الزيتون، والفوائد الكبيرة دياله معروفة، يعني لا داعي للاستفادة فيها. فبالتالي كنحاولوا أن الشخص يحاول ينقص من الزيت الأخرى باش ياخذ هو راحته شويه في زيت الزيتون يستفيد منها اكثر. نعم، احنا دائما كنعرفوا ان كل حاجه وما خصهاش تزيد على واحد الحد ولا واحد القياس. ارجعوا نتفصلوا، يعني احنا بيسكلمتي على الخضار، او الخضار اللي اللون ديالها اخضر تبارك الله كاين بزاف، وفي هذا الوقت اصلا اللي كيكون الجو شويه بارد تيكون بزاف ديال انواع الخضر، فالناس كتبغي تعرف، خاصه كيف قلنا اليوم احنا نتكلموا على مريض السكري، اشنو الحاجات اللي انه يقدر ياخذها، تقريبا الكميه والكيفيه. راه تجلبان راه لونها اخضر ولكن حلوه، دونك رجعوا نتكلموا في هذه النقطه هذه. رفقتك دائما رفقتكم المستمعين والمستمعات، اكيد مرحبا بالتواصل ديالهم على 0522 36 0536 على شاد اف ام. من جديد مرحبا بكل مستمعين والمستمعات دائما على شاد اف ام، مرحبا بالتواصل والتفاعل ديالكم على رقمنا اللي هو 0522 36 0536. سمحوا لينا هذا ما طال الله الوقيت ديال البرد، دونك ضربنا البرد، فكنتمنوا ان الناس كلشي ترد البال الصحه ديالها، لان لما كنعتقد كاين شي فيروس الان يعني ديال لا غريب، فالناس ترد البال صراحه هكا، لان الجو ما بين السخون وما بين البرد، فحتى الحوايج ما كنعرفوش شنو خصنا نلبسوا ياك دكتور. صحيح، تنتكتي يلاه يلاه فاتك شويه. صحيح، كل واحد كياخذ حقه، كياخذ حقه، دونك ردوا غير البال للصحه ديالنا. اكيد تكلمنا قبل على مرض السكري والتغذيه، واكيد مرحبا بالاسئله ديالكم المستمعين والمستمعات على الرقم ديالنا اللي هو 0522 36 0536. اجي نتكلموا على الخضره، انت تكلمتي على الخضره اللي كتكون خضره ماشي لا كولور، يعني الخضره تكون طريه ما تكونش طيبه. هو الخضار كيستهلكها مريض السكري بجميع الاشكال ديالها، طريه او لا مطبوخه كيف ما بغات تكون الصيغه ديال الطبخ. بيان سو حنا كنا قلنا قبيله ان المقلي هو ماشي صيغه صحيه، غير محبب، غير محبب. فبالتالي الخضار على اختلاف الانواع ديالها ما فيهاش بزاف ديال الفروقات بالنسبه للقيمه السكريه ديالها، يعني بالنسبه للحلاوه ديالها ما كاينش بزاف الفروقات، وكتبقى الفئه الخضراء من الخضار هي الفئه الاقل غنى من السكريات. على ذكر مثلا كاين البورو، كاين الخس، كاين اللوبيا، البروكلي، البروكولي، هادو كلهم يعني الكميات ديال السكر فيهم قليله بزاف بالمقارنه مع خيزو مثلا اللي هو صفار مطيشه مثلا، او كاين استثناء اللي كاين هو الجلبانه. جلبانه خضراء ما فيهاش بزاف، فيها 15 غرام في 200 غرام ديال السكر. الا خدينا مثلا اللوبيا فيها 5 غرام في 200 غرام. نعم، هادو نسبة، هادو كميات قليلة. وحنا كيف ما كتعرفي جميلة، بالنسبة للاستهلاك ديالنا الجلبانة مثلا يمكن كناكلو في خيزو مثلا، أو كناكلو في الدنجال، أو كناكلو حتى في مواد أخرى، ولكن ملي كنكونو جلبانة غالبا الجلبانة كتكون طيبة في يعني في البلا، كتكون مدردرة شوية في الطبسيل ولا في الطاجين، ولكن كتزاد الحلاوة ديالها ملي كطيب، كتزاد الحلاوة ديالها كيف ملي كطيب. وهذا الشأن ماشي ديال الجلبانة بوحدها، ديال جميع الخضار. وفي الغالب جميع المنتجات الغذائيه ملي كطيب كتسهل
كيسهل الهضم ديال السكر ديالها. وكاين بعد المكونات السكريه اللي كتكون مركبه اللي كتحول السكريات بسيطه كتسهل الهضم ديالها. نعم. فهنا كنقدروا نقولوا انه كيتزاد نسبه ديال السكر في الاغذيه ملي كطيب. نعم. هنا جلبانه واش المريض السكري يستهلكها اولا كتبقى في الكميه والطريقه ديال الطهي؟ هو بالنسبه هو اجمالا احنا قلنا الاساس اللي غنرجعوا ليه دائما اللي هو ان السعرات الحراريه تكون قليله، يعني ان الاستهلاك اليومي ديال المريض السكري يكون اقل من الحاجيات الطاقيه ديالو باش انه يحاول ياخذ من المخزون ديالو ويحاول ينقص في الوزن ديالو. الاشكال اللي كاين هو انه كل واحد عنده واحد النسبه ديال الاستهلاك الطاقي بالنسبه للذات ديالو على حسب الحركه ديالو على حسب الوزن ديالو. حنا كنحاولوا باش نعطيو يعني مبادئ، والكميات غتختلف على حسب الشخص ديالو على حسب لاكوربيلونس يعني حسب الوزن ديالو. صح. هو وعلى حسب النشاط الحركي العضلي ديالو على حسب الخدمه ديالو شنو تيدير على حسب يعني الاستهلاك الطاقي ديالو. فبالتالي هنايا كتبقى الدور كبير ديال الطبيب ديالو لانه هو اللي غادي يكون عنده اهليه انه يحدد له الكميات بطريقه يعني مضبوطه اكثر. انما حنا كنعطيو غير يعني كنسهلوا كمحل قلتي تنوجدوا المعلومات للناس باش ملي كيمشيو عند الطبيب كيكون سهوله في يعني في تبادل المعلومات وفي تبادل الافكار والقرارات. نعم. حنا مثلا نتكلموا ايضا على جلبانه، ملي تنعرفوا ان البرد كنعرفوا ان بزاف كتمشي في الجلبانه الكارمه او اليابسه. صحيح. فوالا هاد الماده اللي تكرمات واش كتزيد الحلاوه ديالها اولا كتنقص، خاصه انها كتستهلك وخاصه الناس اللي كيستهلكوها على شكل بيصر او لا على شكل يعني ان شوربه بزاف الناس هذه وقيتها. صحيح. صحيح. الوغ ما نساوش انه الجلبانه ملي كتكون يابسه ما كتبقاش محسوبه مع الخضر، كتولي محسوبه مع القطاني. القطاني. وحنا قلنا المره اللي فاتت ان القطاني هي فئه اللي داخله في المجموعه الثالثه البرتقاليه اللي هو المسموح المقنن. الوغ الاشكال الكبير انه الجلبانه إلا كانت كتستعمل بطريقة ديال الوصفة ديال البيصارة فالإشكال الكبير أنها كيكون معها بزاف ديال الزيت وأنه الأغلبية الساحقة ديال الناس كيستهلكوها معها الخبز، وهنا كتولي هاد المعادلة ديال زيت الخبز وبزاف ديال الزيت واخا يزيد الزيتون ولكن راه غنية بالطاقة هذا ما يمنعش، وبالإضافة أنها كانت ميبسة وأنها ملي كنديروها راه كنديرو كميات كبيرة ديال جلبانه يعني ما كنديروش غير واحد النسبه قليله. صح. واغلبيه الناس كتعجبهم مع السخونيه اكسيتيرا وما كيكتفيش بجبانيه وحده، فهذا الشيء كامل كيخلي ان هذا الاستهلاك بهذه الطريقه هذه صعيب بزاف. الوغ الا بغينا نسمحوا به غادي خصنا ناخذوا نص جبانيه وما يكونش فيها الزيت وما تاكلهاش بالخبز وما يكونش انا رجع نهضر معك على هذا الموضوع ديال البصاره بجلبانه ياخذوا الناس غير زلافه وحده وما فيهاش الزيت بلوس نص زلافه نص زلافه انا مازال عطيت الناس زلافه نص زلافه بلوس انا ما يكونش معاه الخبز اقنعنا بذلك بلاتي غير ناخذوا غير امينه الا سمحتي مرباط. امينه السلام عليكم. صباح الخير لاله جميله. صباح النور لاله مرحبا. صباح جميل انت والدكتور اللي معك. الله يحفظك ليا. شكرا لك. الله يرحم الوالدين. امين. نبدا السؤال ديالي. مرحبا. انا عندي طونسيو الله يرحم والديك. واحد الصيفه ما نقولش لك ناقصه الملحه، وملي درت مؤخرا التحليلات لقاو عندي ديك المواد بثلاثه شي شويه جوج فاصله شي حاجه في الجليسيميد. ودابا كنعبر السكر كل نهار داك العبير اليومي كنلقى مثلا غرام 17 غرام 20، اليوم في الصباح لقيت غرام 57. واش هذا شي مؤشر خطير ولا اشنو الله يعطيك السكر؟ واش هذه العبارات قبل يعني قبل الفطور ولا مولا الفطور؟ لا قبل الفطور كنشرب غير واحد كاس العصير ديال ديك الجريب فروت. شربتي العصير عاد عبرتي السكر؟ ولكن بلا سكر شربته. يعني الجريب فروت يعني في بحال الليمون تقريبا ياك الحاجه لا ياك الحاجه بحال لا قالوا لي راه مزيان زعما السكر حار. لا حنا دابا حنا ما كنهضروش واش مزيان، حنا انا بغينا نعرف واش شربتي. شربت غير جريب فروت هذاك واخا 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 هذه حاجه. الحاجه الثانيه الحاجه واش عندك السكر؟
لا ما عنديش، ما عندكش سكر دونك، وعبرتي سكر وما كنشرب اتاي بلا سكر. واخا واش عاودتي عبرتي مورا ساعتين مورا ما فطرتي الجراماج ديالك ديال السكر؟ لا باقي ما عبرتش. باقي نعم عندك باقي. لا سؤال ولا واضح السؤال ديالها؟ لا سؤال، سؤال ما ماشي سهل. واضح واضح السؤال ديالك الحاجة، غتبقي معنا في الاستماع رجاء، وصباحك مبروك وشكرا موصول لكل المستمعين والمستمعات اللي قدروا يتواصلوا معنا دائما. عرفتي علاش انا ضحكت مع الحاجة امينه؟ لان هادي غنقول للمستمعين، كنت واحد المره كنت كنعمل صيام متقطع وكنشوف الناس اللي كيديروا العصير ديال الرمان مع الليمون الحامض مع الليمون مع البرتقال، فانا عجبني فخديت كاس ديال العصير جبته معايا كنشربو. ملي كندوي مع الدكتور قلت لها لا راه ما خديت والو، خديت غير كاس العصير. دابا انا عند بالي درت شي حاجه مزيانه، يعني انني بقيت في الصيام ديالي. قالت لي كتعتبري فطرتي؟ هادشي علاش انا بقيت كنتفكر فكراتني في راسي. دونك مازال غنشوف هذه المساله وغنشوف امور اخرى. بما ان تكلمتي لي على الجلبانه قلتي لي الناس اللي عندهم سكر، حنا كنتكلموا على الجلبانه اليابسه اولا الكارمه اللي كنديروها في البصاره، قلتي انه ما يديروهاش بالزيت، واش ما خصهاش تكون فيها كميه زيت ولا ما تطيبش بالزيت؟ بالنسبه لا هي خصنا مني تكون عندنا واحد الوجبه ما خصهاش تكون طاقيه بزاف. واخا دونك باش ما تكونش طاقيه بزاف، هي اصلا جلبانه فيها 30 غرام ديال السكر لكل 100 غرام. واخا ملي كتبغي ديري جبانيه يعني دخلتي 200 غرام يعني وصلتي 60 غرام ديال السكر، دونك ديجا هي بوحدها فيها 60 غرام باقا ما طابتش. ملي غادي طيب غادي تسهل غادي توصل 70 غرام ديال السكر، فبالتالي ملي غادي نزيدوا لها الزيت زيت الزيتون غادي نزيدوا واحد الطاقه كبيره لهذيك 70 غرام ديال السكر. وملي غناكلوا معها الخبز غادي على حسب الكميه ديال الخبز اللي غادي ناكلو عندنا 55 غرام لكل 100 غرام ديال الخبز. هنا كتكلم على الزيت اللي كنضيفوها من الفوق، لا الزيت اللي كان اللي كنطيبوا بها اللي كنخلطوا بها ملي كتكون كطيب، او حتى حتى حيت هي الاجمال كنديروا كنجمعوا شحال خاصنا تقريبا نديروا ديال الزيت الا بغينا نطيبوا البصره بالجلبانه مثلا؟ تقريبا معلقه جوج المعلقات شحال؟ كنهضروا دائما على المرضى السكري، على المرضى السكري. مريض السكري انا لا انصحه انه ياخذ هذه، لان هذه المعادله صعيبه بزاف. ما ياخذش البصاره، ما ياخذش هذه لا ما كياخذش هذا النوع البصاره، او لا الا بغى ياخذ البصاره مثلا ياخذ ديال الفول باش يكون ناقص مثلا. واللي كيخلطوا الفول مع الجلبانه لا هي، ولكن راه كتبقى دائما دابا غير المساله حسابيه، هي معادله خصنا ملي كنبغيو نديرو نظام متوازن يعني خاص يكون واحد المعادله اللي هي مقاده. الوغ هذا الشخص هذا غادي ياخذ البصاره غالبا في الليل ما غاديش يخدم، او لا يقدر ياخذ الناس كاين بزاف اللي كيخدم الصباح كيخدم في الفطور بالفعل، ولكن على حسب اشنو المجهود العضلي اللي كيتسنى في ذاك الصباح. خاص الحرق، خاص يكون استهلاك هذا بالاضافه الى اشنو هما الادويه، اشنو هو المستوى السكر اللي عنده، شنو هو الوزن ديالو الى اخره. فهذه المجموعه ديال المعلومات كتحدد لنا اصلا واش هو مؤهل انه ياخذ هذه الوجبه ولا غير مؤهل لها، ولا كان مؤهل خاصو ما امكن ينقص كميه الزيت وياخذها بلا خبز وياخذ كميه محدوده. لهذا باش الانسان المستمعين باش ما يبقاش بجوع، هذا الشيء تنقول لهم ان راه هاد الوصفه هذه او لا هاد الغداء هذه يعني هاد البلا غير ماشي ادابتي الناس ديال السكر، ماشي ادابتي الناس ديال السكر، الناس ديال السكر اللي السكري ديالهم ما مضبوطش. اما الناس اللي ضابطين ريجيم دواء هاد الامور مسموح لهم شويه. الوغ الا كان السكري مقاد يعني كما تنقولوا ديابيت ايكيليبري، خاصنا نستمروا في التدابير باش يبقى ايكيليبري، ما غاديش نجيو مره فشحال. لا هي ليكسيبسيون، هي ليكسيبسيون حنا تنعترفوا بها، لانه راه قلناها وعاود اكدنا على المره اللي فاتت وغنعاود ناكدوا ان المبدا ديال النظام الغذائي بالنسبه للسكري ماشي هو الحرمان، راه هو التوازن. وهذا الشيء علاش قلنا بالنسبه للناس اللي باغين ياخذوا راه ما خصهمش يفوتوا نص جبانيه، ويحتاط ياخذوا تدابير اخرى باش يبقى دائما التوازن، يبقى لو بليزير، تبقى هذاك الفرحه، وتبقى ذاك البارطاج مع العائله ديالهم. صراحه في الوقت انه الصحه ديالو راه هي الاولويه ديالو. نعم انا ربما كنسول هذه الاسئله لان عارفه كاين بزاف الناس غيكونوا جالسين غيسولوا هذه الاسئله اللي سالت، غير باش هكا باش تكون واضحه بالنسبه للناس. مازال نرجعوا ناخذوا الاسئله ديالهم مازال على 0522 36 0536. كنتكلموا على تغذيه مريض السكري. مرحبا دائما بالتواصل ديالكم من خلال هذا الموضوع. مازال نكملوا ونشوفوا شنو هي المواد اللي مسموح بها انهم ياخذوها باريحيه، والمواد اللي ممكن انها تقنن، علشان نتكلموا على الانواع ديال المواد اللي هي ممنوعه على هاد الناس. مرحبا دائما بالتواصل ديالكم، ذكر بالرقم
05 22 36 05 36 على شاده فام. من جديد مرحبا بكل مستمع مستمع دائما على شاده فام. مازال معكم مازال معنا دكتور رشيد ايس علي اللي هو متخصص في التغذيه كذلك. كنتكلموا على تغذيه مريض السكري، تكلمنا اول شيء على الخضر اللي هي مسبوح بها، اكيد اللي كتكون خضره ما طيبش، بالتالي حتى اللي كيكون اللون ديالها اخضر كتكون ناقصه السكري. قلنا كاع الخضر تقريبا ملي كنعاودوا نطيبوها بطريقه ديالنا ولا الطاجين المغربي او غير، بحال اللي كتزاد الحلاوه ديالها نوعا ما. تكلمنا على الجلبانه لانها من المواد ملي تتكون خضره حنا كنقولوا انها حلوه، ولكن شفنا معك ان ربما الحلاوه ديالها تتزاد ملي تتكرم، ملي كتولي يابسه او ملي كتولي قطاني. قلنا المسبوح به بالنسبه للناس اللي عندهم مرض السكري هو نص زلافه ما يكونش فيها الزيت بزاف وما تكونش ما يكونش معها الخبز. اللهم اني قد بلغت الله وشهد. دونك مازال نرجعوا نشوفوا امور اخرى الا سمحتي. ناخذوا بشرى من قنيطره. بشرى السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا لاله. الله يبارك فيك اختي. انا بغيت نشارك معكم عفاك واحد التجربه ديالي. انا مريضه السكري النوع الثاني. مرحبا. من 2004 ايه الحمد لله ما عنديش مضاعفات. كان الحمد لله الحمد لله كنا حد الحبوب فقط. بغيت غير نقول لك يعني مريض السكري ما خصش يحرم راسه، ما كنقولوش يحرم راسه من كل شيء، يعني ياكل كل شيء، لا خاصه يعرف اشنو ياكل. ممتاز. اولا باعتدال. ثانيا يعرف اشنو الممنوعات. يعني بحال دابا انا دايره واحد الريجيم لو كارب. يعني كندير حلوى، كندير حريشات، كندير خبز، يعني ما حرمش راسي، ولكن الاكثريه الانسان خصو ياخذ الخضره. واخا. يعني الوجبه ديالو تكون فيها الالياف كثيره، يعني الخضره بزاف، تكون لي سلطات تكون خضره. بزاف، ياخذ اللحم ياخذ، غير هو كل شيء باعتدال، الا عرف كيفاش ياخذ بالاعتدال، حتى السكر ديالو راه غيكون مزيان، ما غتكونش مضاعفات. وتكون مراقبه. اكيد. يعني مراقبة على حسب العينين، على حسب الكلاوي، على حسب يعني الأعضاء اللي كتقدر تأثر بالسكري في المضاعفات. يعني الإنسان خصو يرد البال راسو أكثر. ممتاز. بالنسبة لي أنا ما كان ما كان ما كنحيدش الوجبة ديالتي، يعني الوجبة ديالتي كنحطها مع وليداتي مع عائلتي. فوالا. ما نحسش راسي، فهمتيني؟ فوالا. مزيانة. يعني ما نحسش. يعني انا كنعيش عادي بحالي بحالهم، ولكن الماكله ديالتي كنعرف اشنو ناكل واشنو نحيد. جيتي كيف كنقول في بيت القصيد. يعني صراحه انا كي تكلمتي على التوازن، حتى الدكتور تكلم ان ماشي الحرمان ولكن التوازن، نعرفوا اشنو تناكلوا. دونك لا بشرى اول شيء الله يقويك، وثاني شيء شكرا لك بزاف وشكرا على انك بارطاجيتي معنا. نعم لاله. القياسات ديالي كنلقاهم ممتازين، يعني 0.97 قبل الفطور، كنعس بغرام 0.8 0.97 هذا 0.80 غرام، يعني ما كنلقاش انا. اذا كنقول اذا لقيت غرام 56 ما ترتاح. نعم. كندير شرب الماء، كنشرب الماء فوالا. وشويه الحركه لا بشرى، شويه الحركه ضروري ضروري. الله يعطيك الصحه. ممتاز. والماء عندي واحد الثقافه، كندير جوج كيسان ديال الماء قبل الفطور ضروري، جوج كيسان قبل الغداء وجوج كيسان قبل العشاء. هذه عندي كما كنقولوا قايده. يعني هذه خصها عاده. ممتاز. الله يعطيك الصحه. ديك جوج كيسان اللي كنشرب ما كنشربها كيف مره في خطره. يعني كنحط جوج كيسان، كنقول هذا خصني نشربهم قبل الفطور، دونك كنبقى انا ندور نشرب ديك جوج كيسان، عاد كنشرب الكاس ديالي ديال الماء الاخر بالدواء. فوالا فهمتك. يعني حيت حنا راه كنساو الماء. اول شيء الله يعطيك الصحه مدام بشرى، وشكرا لانك اعطيتينا ربما النظام الغذائي ديالك اللي ربما كل مريض سكري خاصو فعلا انه يكون موتيفي انه يدير بحال بهذه الطريقه، اكيد مع المشاور مع الطبيب ديالو مختص في التغذيه ديالو. شكرا لك بزاف بشرى من قنيطره، مثال زوين ونياك عجبك الحال. هذا هي المعادله اللي كنا كنذكروا عليها قبيله، وكنظن ان لاله بشرى لقات المعادله اللي كتوازن اللي كتواتى معها مزيان. وهذو هما الاساسيات، يعني ان قلنا هي قالت واحد الكلمه الى رديتوا له البال لو كارب، انه كان عندنا واحد النظام غذائي اللي ما فيش الهيدروكربولات، يعني ما فيش سكريات بزاف، اللي ما كيكونش غني بالطاقه، وكتحاول تفرق الاغذيه ديالها، كتوازن ما بين المواد اللي كتاكل. يعني الحمد لله المكونات ديال المعادله ديال اللي كتحقق التوازن وكتحقق المتعه وكتحقق الصحه كلها كاينه متوفره.
نعم. دونك هذا هو اللي كنحاول باش نوصل للناس. ممتاز. اشنو النقط اللي نقدروا نشيروا لها اليوم عند مريض السكري في التغذيه ديالو بعد ما شفنا معهم اشنو اللي ياخذوا وشنو اللي ممنوع؟ احنا قلنا المقليات، الحاجه اللي فيها دهون بزاف، اللي فيها اللي مسكره، السكر المضاف، هادو كلهم ممنوعين على مريض السكري. غادي ندوزو نعاودو نركزو اليوم بزاف على على المجموعه الثالثه اللي هي المسموح المقنن، باش نقولوا ان فيه اربعه ديال المجموعات. كاين مجموعه ديال اللحوم اللي فيها اللي فيها اللحم الاحمر بيان سور، فيها الدواجن، فيها الاسماك، فيها البيض. فهاد هاد المصادر ديال البروتينات كي ضروري الانسان كيحتاجها بزاف. بروتين حيواني، حيواني ضروره. هاد البروتينات هادو نحاولوا ما امكن ان الاستهلاك ديالهم يكون بواحد الطياب ناشف. هذا هو النقطه اللي بغينا نركزوا عليها. بيان سور غادي يكونوا كميات محدوده لانها كتبقى غنيه بالدهون. الطياب ناشف هو انه الطياب اللي ما كيكونش في الجميله، ما تيكونش ما تكونش ميدمه. فالطياب ناشف سواء كتكون في الشوايه شويه اولا غريي، سواء كتكون فوالا هي هذيك غريي، سواء كتكون في الفران، ولكن كنحاولوا نديروا واحد الشبكه باش تهز شويه باش ما تبقاش عايمه في لاصوص. سواء كنديروها مفوره مزيان. دونك اولا بالنسبه للبيض مثلا كنديروه مسلوق. وي دونك احسن ما يكون مقلي. دونك هاد الفئه هذه ديال البروتينات او ديال اللحوم بالخصوص، هذه تكون فيها حتى هي كميات محدوده ولكن تكون حاضره. نعم. شنو الاشياء الاخرى دائما؟ المجموعه الاخرى اللي هي الحليب والمشتقات ديالو. فكما كتعرفوا هو الحليب والمشتقات ديالو غنيه بالدهون. منه كنستخلصوا الزبده، وقلنا قبيله ان الزبده داخله في اطار اللي هو غير منصوح به. فبالتالي مني كناخذوا الحليب او لا كناخذوا الياغورت او لا كناخذوا الرايب او لا كناخذوا فروماج، كنحاولوا ناخذوا منتجات اللي يكون ناقصه من حليب من الدهون، من الدسم. كيبقاو ان الحليب وهذه المنتجات فيها بزاف الفوائد كيف ما تعرف الجميع. بالنسبه للناس اللي كيبغيو اللبن يحاولوا ياخذوه مصفي. وي الا بالخصوص اللي ما كانش عنده مشكل ديال القولون العصبي، لانه كتعرفوا ان اللبن كيدير لي غاز بزاف. ولكن بالنسبه للناس اللي كيبغيو يستهلكوا بطريقه صحيه يحاولوا يصفيو اكثر باش ما يبقاوش دوك لي غرومو ديال الزبده، لانهم غنيين بالكوليسترول وبالشحوم الثلاثيه. الخانه الثالثه اللي هي اللي غناخذوها بعجاله اللي هي الفواكه. الو الفواكه، كاين الفواكه الطريه والفواكه الجافه. هي الفواكه الجافه راه عندها نفس الكميات ديال السكري بحال الفواكه الطريه، الا خديناها بالوحده ماشي بالوزن. حيت ملي كتنشف بيان سور السكر كيولي كثير بالنسبه للوزن. ولكن مثلا الا خدينا مشمشه ناشفه ومشمشه طريه راه نفس الكميه ديال السكر. فبالتالي الانسان حنا كنركزوا بزاف على الفواكه الطريه لانها هي اللي متوفره وكثيره وكنستعملوها يعني يوميا. بالنسبه للفواكه ملي كتكون متوسطه كنحاولوا ناخذوا فاكهه واحده في النهار، ما نكثروش لانها كتكون حلوه كيف ما تتعرفوا. كاين واحد المجموعه ديال الفواكه اللي هي غنيه بالسكر اكثر من الاخرين. الا خدينا على مثال البنان، خدينا مثلا العنب، هادو فيهم 20 غرام في المية. دونك اللي هي نسبه كبيره. فبالتالي هادو حلوين بزاف باش الناس ما يبقاوش ياخذوا غير 50 غرام ديال العنب او 50 غرام ديال البنان. انتم كتعرفوا ان بنانه متوسطه فيها اكثر من 100 غرام. صح. فبالتالي غادي يولي الانسان كياخذ عده ولا جوج، هذا الشيء ما غاديش يمكن يرضي ليه الخاطر ديالو ولا الشهوه ديالو. كنصحهم انهم يتجهوا لنوعيات اخرين بحال التفاح، بحال الليمون، بحال البعويد، بحال الكيوي، بحال المشمش، بحال الخوخ والبرقوق. هادو ممكن ياخذوا حبه واحده في النهار. ولا بغا ينوعوا ياخذوا نص من هذه ونص من هذه. دابا كيف ما تتعرف في جميله الوقيته ديال الرمان. والرمان كنا دوينا عليه في الحلقه اللي فاتت وقلنا انه 100 غرام فيها تقريبا 16 غرام ديال السكر. لهذا غادي نقولوا للناس انهم ياخذوا نص رمانه. اللي هي في الاصل نص رمانه راه كتراوح ما بين 150 حتى 200 غرام. اللي هي نسبه تبارك الله كبيره، ولكن نص رمانه تبارك الله راه كافيه باش يستافدوا من الفوائد الاخرى اللي كنا دوينا عليهم في الحلقات الماضيه. وهي مفيده للمرضى السكري. وهي مفيده للمرضى السكري، ويحاولوا ياخذوا معها شويه القشور الدخلانيين. القشور الدخلانيين. كيبقاو لينا واحد الفئه اخرى اللي هما الحبوب الجافه، ماشي الحبوب الجافه انما اللوزيات. اللي هما اللوز والقلقاع والبيستاش والكاجو والفستق. لما قلنا البيستاش، هاد المجموعه هذه فيها الحلاوه
وفيها بعض الأحماض الدهنية اللي هي مفيدة بزاف وفيها للأسف أنها كتكون كتشكل مشكلة للناس اللي عندهم مشكل ديال الحمض الأوريك وباش ما تزيدش لأن فيها الدهون وفيها السكريات حتى هي كتعتبر طاقية فباش تكون الاستفادة وتكون البنة الإنسان ما ياخدش منها بزاف ما يتجاوز خمسة حتى سبعة ديال الحبات في النهار يقدر يستهلكها يوميا من المكسرات ولكن بصفة محدودة جدا ومتكررة نعم. يعني متكررة كل نهار ماشي متكررة في اليوم نعم بطبيعة الحال دونك حنا شفنا معك ربما غير المواد واهمها مازال باقي ان شاء الله مازالنا الاسبوع الماجي ان شاء الله لان غيكون اليوم مخصص للمرضى السكري باش اننا نتكلموا باستفاضه على هذه المواد ودائما في عدم الحرمان ولكن في التوازن كنشكرك بزاف الدكتور رشيد ايتالي اللي كنتي معي اليوم شكرا لي وليك بس اكيد كل مستمعي مستمعات مازال غنكملوا معكم مازال غنسولوا على صحه الرئه وكذلك التنفس رفقه المتخصصه في الترويض الطبي والفيزيائي سعاد الهاشمي اللي غتكون معنا من دابا شويه نتكلموا على هذا الاطار من ناحيه ديال الترويض وغنشوفوا شنو الامور اللي خاصنا نردوا لها البال الصحه ديالنا فمرحبا بالتواصل ديالكم على 0522 36 05 36 على شاده اف ام اهلا وسهلا بكل مستمعي مستمعات من جديد ربما الموضوع اللي غنتكلموا فيه اليوم رفقه سعاد هاشمي اللي هي متخصصه في الترويض الطبي والفيزيائي اول شيء بعدا صباح الخير صباح الخير لاله جميله لاباس عليك المستمعي الكرام الله يحفظك اذا ربما الموضوع اللي غنتكلموا فيه غيفيدني انا الاولى اكزاكتومون كنشوفكم خنوقه نعم لان صراحه باقي ما عرفناش شنو نلبسوا شنو نحيدوا شنو نقصوا شنو ما نقصوش لان الجوف فريمون مدبدب بواحد الشكل اللي هو رهيب جدا فهاد الشيء علاش الناس خاصها ترد البال بشكل كبير انا ربما لانني عندي الحساسيه فمعتاده ان فهاد الوقيته تناكلوا شويه العصام علي اليوم قلتي لي ان الاسبوع الماجي على ما كنظن كاين اليوم العالمي للالتهاب الرئوي فوالا والانسداد كذلك فاحنا اليوم دائما كل حاجه كنبغوا اننا نعرفوا بها المستمع قبلا باش هكذا الناس تاخذ الاحتياطات ديالها واكيد ملي كيكون داك اليوم العالمي راه كنتكلموا على الاحصائيات كنتكلموا على بزاف الامور وعلاش دار داك اليوم بالذات من اليوم احنا غنتكلموا رفقتك على هاد الامور هذا الالتهاب الرئوي وهاد الحاجه دائما الناس كتمشي المتخصصين في امراض الرئه وامراض الحساسيه وغيرها باش تشوف الاعراض وتشوف الاسباب وتشوف طرق ديال العلاج مي حتى من ناحيه ديال الترويض كاين واحد الشق اللي هو كبير واحد شابيتر كبير فوالا نمط ديال الحياه ديالنا حتى هو كيلعب دور باش اننا ما يكونش هذا الالتهاب او على الاقل حتى داك الانسداد اللي تيكون او ما تكونش الحده تعريفكم وكيفاش الطرق ديالكم اول شيء سعاد في هذا الاطار هذا الوغ الالتهاب الرئوي كيمكن له يصيب الاطفال وبيان سور كاين واحد الطريقه اللي كتصيب الكبار كيقدر يولي مزمن بالنسبه للكبار صح. فالاطفال كيقدر يجيهم الالتهاب الرئوي اقل من سنتين عاد وقعت نيت لابن الاخت ديالي اكزاكتومون وكيقدر يكون يعني بسبب بكتيريا او سبب فيروس صح اذا وبيان سور الاعراض كتكون كتختلف واش بكتيريا ولا فيروس مي تقريبا لا ميم شوز الكحبه السخانه كنقولوا الصدر تيكون عامر في هذا الاطار اكيد وهذا هو الاساسي اللي غادي نهضروا عليه اليوم اذا كل الامهات والاباء اللي عندهم الوليدات اللي كيحسوا ان الصدر ديالهم عامر وكيبغيو يعرفوا الطرق كيفاش ممكن انهم يخويوه ياك اليوم الطريقه تكون مع سعاد هاشمي وكل مستمع مستمعات مرحبا دائما بالتواصل ديالهم حتى اللي المنخر ديالهم سدود هي كنخدم يبدا بالمنخر عادي يبدا السؤال انا الاولى اكيد مرحبا بالتواصل ديالكم دائما رقمنا نذكر به 0522 36 05 36 على شاده اف ام مرحبا بكل مستمع مستمعات اذا اليوم كنتكلموا على الالتهاب الرئوي من ناحيه ديال الترويض الفيزيائي رفقه سعاد هاشمي اللي اليوم غنشوفوا معها الطرق كيفاش ممكن ان الناس اللي كنقولوا كيعمر لهم الصدر ديالهم خاصة الوليدات يعني كنعرفوا ان الام المغربية والاب المغربي كده الناس كاملين مع الوليدات ديالهم ربما تيكون عندهم مشكل كيفاش ممكن انني ولدي نخوي له الصدر ديالو اكيد كيلشقوا المختصين كيشوفوا الطريقة بزاف ديال الامور اليوم معك غنبداو بهذه الطريقة وقلتي نخويوني في الاول اكيد لان كما قلتي جميلة في الالتهاب الرئوي كيكون من النتائج ديالو ان الصدر كيعمر وي وي وخصنا كل ما هذاك الصدر خويناه ما خليناهش يعمر بزاف كل ما كنحدو شوية من التفاقم ديال ذاك الالتهاب الرئوي وكنخليو ان الطفل كيبرى غابيدمون يعني بسرعة أكثر
غير هو دائما الإشارة اللي كنصحوا ملي كنشوف واحد النوع من الأعراض عند وليدات ما نقولوش لا عادية، ما نقولوش جات مع البرد، ما نقولوش معليش، أكيد لأن اليوم بزاف ديال الأعراض ربما تبدلات، بزاف الأعراض جات بفيروسات. غير على سبيل المثال ملي تكلمنا على كورونا، فأي حاجة أو أي عرض نحاولوا أننا نمشيو نشوفوا مختصين، وديك الساعة هما كيعطوك طرق العلاج والطرق اللي أنك تمشي فيها. أكيد ملي كنوصلوا أننا خصنا نخويو سترنا ونوصلوا لهذ المرحلة اللي كنكونوا شفنا الطبيب وعرفنا بأن كاين مشكل باش داكشي عمر لي نفس درنا. صح. دونك كما قلتي كتبدا من النيف، لان داك المخاط كيتجمع في المره الاولى في النيف، ولا ما كناش كنقيو النيف ديال الاطفال ديالنا يعني خصوصا في هذا الجو هذا اللي قلتي كاين الفيروسات كثر، ونقيوه بواحد الطريقه يوميه سورتو لي شفنا ولي لونفون ديالنا بدا كيتخنق شي شويه او نيفو عامر، فما نخليوش داكشي يتجمع، لان الا جمع كيقدر يهبط فريمون كما قلتي القصبات الهوائيه. صح. ويولي عندنا مشكل اكبر. فالطريقه باش خصنا نخويو النيف ديال الاطفال ديالنا راها زعما شرنا لها بليزيغ فوا، ونعاودو نقولو بان كتبقى واحد التقنيه اللي دو بريفونسيون باش نتجنبوا اننا نوقعوا في هذه المشاكل، وقائيه اكثر، ونديروها كما قلت في هذا الجو بطريقه يوميه. كيمكننا نديروا حتى الرضع، فيمكننا من الاسبوع الاول اننا نبداو نقيو الطفل الرضيع ديالنا. بيان سور كاينه واحد الطريقه اننا كنشدوا الرضيع ديالنا وكنحطوا. صراحه ما جبتيش ديك الدميه اللي مولفه كتمثل معنا صراحه، حنا فوالا فايتين درنا الطريقه. هي طريقه اللي كتبقى شوفي سهله بسيطه، خصنا نتبعوا لي زيتاب وباش نخويو، لان كما قلت النف ديال الرضيع ديالنا. الاطفال اللي كيكونوا كبروا شويه فوق 3 سنوات فحنا كنديروا لهم واحد لابوزيسيون مثلا اننا كنجلسوهم ولا كنوقفوهم حدا لافابو مثلا. وي كيكون عندنا ان برودوي بيان سور اللي باش هو باش كنغسلوا النيف ديالنا، كاينين موجودين في 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 لي فارماسي. كاين دي برودوي خاصين بالرضع، كاين دي برودوي خاصين بالاطفال اللي كنديروه في النيفو مثلا. بحال دابا كنوقفوا الطفل، هادشي كما قلت لك فايت 3 سنين 4 سنين، كنوقفوا الطفل قدام المرايا عام تيب، وكنحاولوا نهزوا راسو شي شويه اللور ونميلوه ونخويو لو برودوي مثلا في جهه وحده، الجهه الفوقانيه، الجهه اليمنى مثلا من الانف، فوالا الجهه اللي من الفوق. اها وي ميلت راسي لهادشي، غنخوي ندير البرودوي في الجهه الفوقانيه. فوالا ونقول ليه فاش نخوي ليه لو برودوي، نقول ليه يلا حل سد هذيك اللي فين خوينا لو برودوي، حاول تنفرنيفك باش يخرج داك المخاط من الجهه الاخرى، ونعاود ندير نفس العمليه في الاتجاه الاخر، ونعمل نعلم الاطفال ديالنا كيفاش انهم ينفروا نيفهم. داكوغ ولا كان كبير كيمكن له كتقول له يلا دير لو برودوي راسك، يلا نفر دابا نفرنيفك خرج. صح. خرج. صح. وهادشي كما قلت التربيه اللي كنديروها مع اطفالنا يوميا انهم خصهم يديروها كما قلنا في هاد لا بيريود هادي. فوالا دونك هادي الطريقه الاولانيه اللي ربما كتخوي لك الانف ديالك، اننا كنديروا برودوي في جهه من النيف وكنسدوها، وكنحاول الانسان انه ينفر من الجهه الاخرى. فوالا باش يخرج داكشي اللي لاصق فيه. فوالا هادي طريقه للصغار للكبار. وبالنسبه للرضع، الرضع كنجيبوا لو بيبي كنحطوه قدامنا نجيو في الجنب ديالو، يعني فوق السرير مثلا، فوق السرير مثلا، ولا كانت عندنا شي طبيله اللي نكون واقفين، نكونوا حنا واقفين مرتاحين، تكون شي شويه عاليه بحال دوك لي طابلا لونجي اللي كنبدلو عليهم لي بيبي، لا كانت فوق السرير، ولا كنسير هبط نهبط انا على ركبيه باش انا ما نعوش ظهري ونقدر ندير لها تكنيك بطريقه مزيانه. نشد لو بيبي، غنشد مثلا الراس ديالو هو، غندورو عندي ام تي بو هاد اليد هادي، فوالا كندورو الاتجاه ديالي باش نخوي ليه لو برودوي. ديما كنخوي لو برودوي في ديك الجهه ديالي في اللي من الفوق، اللي من الفوق، اللي من الفوق باش يهبط من هذيك اللي من التحت ويجر داكشي اللي من التحت. واه. وكنخوي لو برودوي ديالي، كنحاول انني نقاد داك لومبو ديال داك البرودوي ديالي بواحد الطريقه اللي هي تكون هكا نيشان، نيشان مع اني باش يدوز لينا في داك الاتجاه اللي بغينا يدوز. وفي نفس الحاله كنحاول غير كنخوي لو برودوي، كنسد ليه ديك الجهه ديال النيف الفوقانيه فين خويت لو برودوي، وكنحاول الا قدرت نسد له حتى فمو باش الهواء كله باش هو ملي كنبلوكي، فوالا كنبلوكي ليه فمو ونبلوكي ليه ديك الجهه فين خويت لو برودوي مثلا. انا ميله على هذا الجنب هذا، علاش كنسدهم؟ باش نخلي الهواء اللي هو ضروري غيكسبيغي، غيخرج الهواء. فاش غيخرجوا غيخرجوا كله من هذه الجهه هذه، ما يخرجناش من هنا ومن هنا من فمو، يعني كله غيكون غينفرش هو باقي صغير. لا هو ما غينفرش. انت ملي كتخوي لو برودوي راه لو بوه كيتنفس. وي غاتمي ايل فا انسبيري. انا كنسولك راه هذا السؤال غتسولو شي مامون جديده باش نكون واضح. اكيد اكيد. انا ماشي مامون. هي تبغي لا تكنيك اون بروشين فوا نعاودو نوريوها ديراكتومون. نجيبو لا بوبي كما قلت انت، كنميل ليه راسو شي شويه عندي، كنخوي لو برودوي في الجهه الفوقانيه ديما. ني في الجهه الفوقانيه. فوالا وكنسد ديك الجهه فين خويت لو برودوي، ونسد ليه الفم ديالو باش هو ملي يتنفس ملي اكسبيري الهواء كله تيخرج من ديك الجهه التحتانيه، ما كنخليهوش يخرج ليه محلوله. فوالا باش يكون شويه مجهد، ما نخليهوش يخرج من هنا ولا من فمه.
فوالا كل يخرج من هنا فوالا باش يكون شويه مجهد ويجر معاه داك المخاط اللي عنده في ديالو. ونفس الاتجاه كندير عاوتاني في الاتجاه الاخر. ممتاز نرجعوا بيان سور راضي راه كنوجدوا بشويه ما بين جهه وجهه نحاول نهزو نسكتو غيبكي. شوف لا تكنيك كتبقى ماشي مؤلمه ولا حاجه غير لو بيبي حيت انا مزيره سي نورمال ان بيبي راه تيبكي فما تخيعناش هاد القضيه هادي فسي بوغ لو بيان ديالو والطريقه ما كضر ما حتى شي حاجه نهائيا وابدا. على ضمانتك اكيد على ضمانتي. ناخذ سناء من الدار البيضاء. سناء السلام عليكم. عليكم السلام اخت جميله كديره. اهلا وسهلا مرحبا الله يحفظك. كديره دكتوره لاباس عليها؟ الحمد لله ميرسي لله. عافاك بغيت نسول على حسب بنتي دابا العمر ديالها 5 سنين وتقريبا ضربها البرد دابا تقريبا شي سيمانه وهي مخنوقه. ودابا البارح حتى كنلاحظ بانها بحال تخنقات والنسال ديالها ولا زرق. ولا زرق يعني في واحد اللون بحال البترول زرق بزاف. نعم زرق لها اللسان غير اللسان بوحدو ولا اليدين الطريفات؟ غير اللسان بوحدو. لا ولكن يعني دارت كونسلتاسيون فجاه المسال ديالها زرق. نعم وانت باش عرفتي ضربها البرد؟ واش مشيتي دوزتي لها عند الطبيب؟ لا راه مخنوقه يعني راه النيف ديالها تيسيل والكحه وداك الشيء يعني مبين الاعراض ديال البرد. سناء واش مشيتي عند الطبيب؟ لا ما مشيتيش ولكن زعما درنا التشخيص ديالنا ياك درنا التشخيص ديالنا. عندها الحمى مثلا في السخانه؟ واش عندها السخانه؟ طلعت لها السخانه؟ طلعت تقريبا شي يومين صافي وندلات. شحال عبرتي لها شحال طلعت لها السخانه؟ 38. اها سخانه يومين ياك؟ ماشي يومين صافي وندلات ولكن النيف كيسيل والكحه كتكحب والعطيس. نعم كديها للمدرسه وتجيبها ياك؟ لا فاش مرضات ما ديتش انها كتمشي للمدرسه. تتمشي واخا واخا. واضح السؤال ديالها؟ واضح السؤال ديالك. شكرا لك بزاف سناء تبقي معنا في السماع رجاء. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. شكرا لك بزاف واكيد شكر موصول لكل المستمعين والمستمعات اللي قدروا يتواصلوا معنا قبيل ما جاوبناش على السؤال ديال الحاجه مي غنجاوبوا عليه الاسبوع الماجي في فقره ديال التغذيه رفقه رشيد ايتالي باش تعرفنا اننا ما نسيناش. هنا نيت نتكلموا على ان هذه طريقه من الطرق اللي كتسهل باش اننا كنخويو الانف ديالنا. صراحه خاصني شي نجرب لانني صافي. هنا شنو هي الامور اولا الخطوات التاليه وشحال مره الانسان يديرها مثلا على الرضع شحال مره خاصو يدير لهم هذه الطريقه هذه وشحال مره خاصنا نديرو عند الاطفال؟ شي في هذه البريود جميله دابا اللي قلنا البرد وهذا الانسان يحاول كل نهار ينقي النيف ديالو حتى الا ما كانش مريض. اما الا كان مريض ومخنوق بحال هذه البنيته مثلا فنحاول دو اتخوا فوا حتى نحس براسي راه النيف خوالية وفين ما كنحس براسي النيف مخنوق ومجموع فيه داك الشيء فكندير له هذاك البرودوي علاش باش يرطبوا باش الا كان ديك الميكوز لاصقه وقاصحه حتى اوميديفيا كترطب كتخرج. فنحاول نقيني فيه جوج ثلاثه المرات في النهار الا كنت مخنوقه بحال هكا بحال هكا جميله مثلا. واخا واخا مورا البرنامج هذه ما فيهاش هذه ما فيهاش. دونك ربما هذه الوقيته كيف قلتي سعاد ديال الوقيته ديال لاغريب او ديال البرد ولكن واخا هكاك خاصنا نشخصوا الى انسان ما عندوش حساسيات يعني الى الانسان وتا الزكام حنا تنقولوا راه كيبقى واحد ثلاث ايام أربع أيام ما إلا طول راه خاصنا نشوفوا علاش. أكيد هنا هذه هي الحالة الأولى ديال أننا كنخويو الأنف ديالنا. بغيت مازال نشوف معاك من غير أنني نخوي الأنف ديالي أشنو الأمور اللي نقدر أنني نديرها كاحتياط بالنسبة للوليد ديالي أو للرضيع ديالي على مستوى الأنف. حنا دائما كندويو على الأنف. شو اكيد كاين احتياطات اللي هي كثيره باش نقصوا من الحده ديال الفيروس اون جينيرال. الانف فخصنا نطفوه صافي بواحد الطريقه اللي هي يوميه ان برودوي اللي خاص بهذه المساله. نحاولوا اننا الطريقه ديال التنظيف ديالنا تكون كما قلت طريقه هكا صحيحه وسليمه باش ما تعطيناش اون ايريتاسيون. كاين بزاف الناس اللي كيستعملوا مثلا داك اللي كيجر اللي كنجروا به اللي كنجروا به بالنسبه انا سورتو كنهضر على الاطفال الرضع يعني الرضع فنرد البال لان هذاك كيقدر يجرح لينا نيفنا وينشفوا الا ما دارش بواحد الطريقه اللي في وقتها. يعني يكون كاين مخاط يكون داك المخاط ايموديفي باش نجرو ولا درت هذه الطريقه هذه ما غنحتاجوش فهمتي لان هذاك جو نو دوز با ديك الهواء اللي كندخل ديك لا بريسيون. فلا بريسيون تقدر تكون مجهده على الرضيع النيف ديال الرضيع ديالي وتجرحوا لي ولا دير له شي التهاب ولا شي حاجه. فلا درت هذه الطريقه هذه
وحاولت نديرها بطريقه زعما صحيحه راه كافيه كيخرج لينا داكشي وكتبقى كافيه. نعم اكيد اننا احتياطات في الحياه اليوميه ديالنا خصوصا بالنسبه للرضع، فالناس الكبار كيقدر يكون فيهم رواح خفيف ولا ضربهم البرد وهذا، ولكن كيمكن لهم اللي يقيس الطفل ولا من يقيس الرضيع يتحول داكشي لا برونكيوليت، ما كيبقاش كاستيون غير نيف مخنوق عامر، كينزل داكشي ستر وكنوليو في امراض اخرى، امراض ذا علاقه بالقصبات الهوائيه وبالرئتين. هنا الموضوع تيكون بلو غراف. جميله مازال غنرجعوا نشوفوا معك على مستوى القصبات الهوائيه او على مستوى الصدر ديالنا ملي تيعمرته، هو الطريقه كيفاش ممكن ان الامهات نساعدهم اليوم باش انهم يخويو هذه المساله هذه. دائما تنقولوا ان الاستشاره الطبيه من امر ضروري، يعني ما تحدوش عليه اثنين، مي كنمشيو حتى في سبل الوقايه وسبل ديال الاحتياطات وكذا كيف قلتي نمط الحياه ديالنا. ارجو معك دائما سعاد هاشمي وكل مستمعي ومستمعات، مرحبا بالتواصل ديالكم على 0522 36 05 36 على شهاده فعل. صحه الجهاز التنفسي اليوم هو موضوعنا. رفقه سعاد هاشمي اللي هي متخصصه في الترويض الطبي والفيزيائي، شفنا اول شيء معك كيفاش ممكن اننا نخويو الانف ديالنا بالنسبه للوليدات اللي تيكونوا مخنوقين وتا الكبار تا الكبار صراحه، وحتى الرضع شفنا ان الطريقه كتعتمد على بلوكاج بالنسبه على مستوى الفم والجهه اللي كنخوي فيها البرودوي ديال الانف باش هكا كنحبسوا ان الوليدات يتنفسوا منهم باش يبقى كل شيء من جهه اخرى ويجر مع هذاك الشيء. ممتاز. الطريقه اللي هي كيف كنقولوا كتبغي شويه الامهات يقصحوا شويه القليب ديالهم باش لان ملي غتشوف بيبي او رضيع تقول لك لا ما نقدرش كيفاش، مي معليه معليه. نمشيو دابا للمساله ديال الصدر. كنعرفوا ان الوليدات او حتى الناس الكبار ملي كيعمر الصدر ديالهم اكيد راه كتكون الام او الاب كيكونوا ديجا شخصوا ديجا مشاو عند الطبيب ديجا عطاهم ادويه غيرها من الامور، ولكن كنبقاو حنا دائما في الجهه او في نمط الحياه ديالنا كيفاش خاص يكون. هنا كيفاش نقدروا اننا نخويو الصدر ديالنا ملي كيكون عامر حتى هو او كينزلوا داك المخاط؟ الوغ الى وصلنا للمرحله ديال الصدر عامر صافي دير عندنا ديجا اون انفيكسيون صدرنا، عندنا شفنا الطبيب خدينا تريتمون وكنمشيو خصنا نخويو الصدر ديال الاطفال ديالنا. فنخويو الصدر ديال الاطفال ديالنا ماشي الاباء اللي كيديروها جميله، كتبقى تقنيه ديال الاخصائي. ممتاز. ولكن كيمكن لنا نعاونوا الا كان رضيع صغير ف الاخصائيه جميله، الا كان الطفل ديالنا كبر برشي شويه كيمكن لنا غير نعاونوه انه مثلا الا حسينا بان اولا نعطيه ليدغاتاسيون نعطيه يشرب مزيان داكا، والا حسينا بان دي فوا الطفل تيقول لك طلعت لي التنخيمه قربات كنعلمو انه يكحب اولا يخرجها باش يخرجها، وكنعلموه واحد لا ريسبيراسيون اللي كتصلح حتى كيديروها حتى الكبار. ما نرجع لهادي باش نشير ليها بواحد الطريقه اللي هي متسلسله جميله لانني خصني نقولها بطريقه كوريكت. فكيمكن لي انني الطفل ديالي نقول لي انك شوف حاول انك تجبد النفس وتخرجها بجهد فوالا دفعه وحده دفعه وحده، وحاول تكحب حاول تكحب حتى الكحبه كيمكن حنا كنكتيف الكحبه حتى الاطفال الصغار حتى عند لي بيبي اننا كنبركوا على واحد لابارتي هنا، ولكن كما كادو كيبقاو تقنيات فريمون خاصين بالاخصائي. صح صح. فإلا كان صدر عامر بالنسبه للاطفال فالاخصائي هو اللي كيمشي يخوي الصدر لان كتبقى تقنيه ان بو صعيبه. مي كما قلت لك غير الطفل ديالنا الا كان مزيان داد الحصه ديالو مثلا ديال الترويض الطبي ودي فوا داك المخاط كيطلع مزيان ما كيبقى واحد ليه شي شويه كنحس بانه يعني قريب له الحلقه فوالا بحال كتحفزو باش انه يخرج فوالا كتقول له شوف دخل النفس من نيفك مزيان وتفعل النفس بواحد الطريقه بجهده بحال وديك ليكسبيراسيون يعني باش نخرج الهواء تكون طول من تدخل الهواء. يعني انا نعطي مثال استنشاق تم من يعني زفير اكثر من الاستنشاق الوقت ديالو اطول من الاستنشاق باش كنزعزع كنخلي الهواء يدخل مزيان ونزعزع المخاط اللي في الصدر ديالي مزيان ونخرجه. وكما قلت نحاول نكحب ما غير الكحبه ماشي غنبقى نكحب كحب باش نخرج المخاط حتى نجرح حتى يجرح الحلق ديالو لا جوج ثلاثه المرات وتكون كحبه اللي يعني قويه باش الا كانت حاجه تخرج. وتكلمتي على التحفيز اش نشرحوها شويه كتبقى تقنيه فريمون خاصه بالاخصائي جينيكولوجي فوالا دونك ما يديروهاش الوالدين. ممتاز. وهاد يعني التقنيه هذه ف كيديروها حنا في لا ريدوكاسيون مع الناس الكبار اللي عندهم التهاب الرئوي المزمن لا بي بي سي او، فحنا كنخدموا معاهم هذيك كيدخل فيها مجموعه ديال لي تكنيك اللي كنخدموا معاهم منها اننا كنعلموهم يديروا واحد التنظيف ديال لي برونش ديالهم
اوتونومي يعني بوحدو. واخا هادشي كنعلموه ليه لان الانسان اللي كيكون عنده التهاب رئوي مزمن فهادي معاناه يعني على المدى البعيد. صح. معاناه في الحياه اليوميه ديالو. صح. ضيق ديال التنفس اللي كيعاني منه بواحد الطريقه يوميه. فكنحاولوا اننا نعلموه انه يبدا ينقي دوك القصبات الهوائيه شي شويه من هاد المخاط. فهمتي باش ما يوصلش تجيه لا كريز تكون بواحد الطريقه. هاد في هاد الحاله ديال الناس كيكونوا مصابين بهذا المرض فكتولي انت هاد التكنيك بطريقه يوميه باش ما يوصلش لا كريز. وحتى الا جاتو لا ديتريس ريسبيراتوار يعني حس براسو مزير وما قادرش يتنفس كيحاول يديرها باش بوغ يعني يحسن التنفس ديالو. مزيان تيحسن التنفس ديالو تيقوي العضلات ديال التنفس ديالو لان هاد الناس مع الوقت كيوليو يعانيو من ضعف العضلات ديال الخاصه بالتنفس لان ما كتبقاش تخدم مزيان. كيقدر يولي ايضا عندهم تصلب في القفص الصدري. فكاين بزاف الحوايج اللي يعني الغوتونتي على البرونوستيك دو في لا كاليتي دو في ديالهم الحياه اليوميه ديالهم وجوده الحياه. فهاد لا تواليت اللي كنعلموهم يديروها لي برونش ديالهم بواحد الطريقه يوميه كتحسن من جوده الحياه ومن التنفس ديالهم. كتبقى نفس الطريقه اللي وريتك جميله. فالبالغ هنا كيكون انسان كبير بيان سور il faut hydrater le maximum. نشرب الماء بزاف قبل وفاش غنجي ندير لا تكنيك الافضل نديرها وانا جالس لان سورتو لك الانسان مزير اون دي تريز ريسبيراتوار فبيان سور ما كاين كلشي يبقى واقف بزاف. ونحاول ندخل النفس مني في بروميير اكسبيراسيون كنسميو واحد الاكسبيراسيون اليفغ بانسي بحال لا بغيت نطفي شي شمعه. كندخل النفس مني في مزيان وندير اون اكسبيراسيون نخرج الهواء من فمي بحال لا بغيت نطفي شي شمعه لي ليفغ بانسي لي ليفغ مزيرين بحال لا غنطفي شمعه. فوالا ماشي فمنا محلول. لا وي واهم حاجه ان اطول ما يمكن لو جمال. اهم حاجه ان اطول ما يمكن يعني نخرج الهواء نقدوها وعاودوا نديروها الكاميرا باش هكذا الناس اللي غتعاود تشوف لا فيديو على الصفحه الرسميه شاد اف ام. فوالا الماكسيموم اللي نقدر باش نخرج. مرحبك. ولو فات انني كنعاود هذه التقنيه بليزيغ فوا فانا كنحرك هذاك المخاطات اللي كتكون عندي مجموعه في القصبه الهوائيه وكتطلع. مزيان. فاش كتطلع هنا كندير كنكحب باش نخرجها. ونفس الطريقه اللي وريتك قلت لك انه يمكن نديروها مع الاطفال ديالنا اللي ندخل توجور النفس من نيفي و من بعد كنحس انا دابا انا عندي ام تي بو لازم ومزيره دابا شويه راه حسيت بدك طلعت لي على فاش كتطلع لي ديك التنخيمه فاش كندفع حتى بدك داك هذيك احنا كنسميوها اكسيليراسيون دو 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 دو, دو ليكسبيراسيون. يعني كنجهد ليكسبيراسيون داك الطريقه باش كنخرج النفس كتكون مجهده وقويه. هذاك الهواء اللي كنبقى نخرجوا كيدفع داك المخاط اللي كيتجمع في القصبه الهوائيه اللي كيطلعوا للفوق. فاش كيطلعوا للفوق هنا كيخرج دي فوا راه كيخرج وكنعاودوا بالكحبه. الكحبه كما قلت لك دو تخوا فوا فورت سي سي تو يعني ما بقاش نعاودها كل مره باش ما نجرحش الحلق ديالي. نعم هاد الطريقه الانسان البالغ قلتي انه يقدر يديرها بوحديتو يديرها شحال الوقت غيديرها؟ انا قلت لك بالنسبه للناس اللي عندهم امراض التنفسيه المزمنه كيمكن يديروا بواحد الطريقه يوميه. لا هي يوميا ولكن شحال مثلا واش ندير واحد ساعتين ونوقفوا واحد ساعه فوالا شحال دقائق ساعه مثلا في النهار يوميا تدريب ديال 10 دقائق ربع ساعه في النهار لا تكنيك نعاودها ثلاثه اربع د المرات. مزيان. ولا كنت اون ديتريس اون كادو كريز جات نتزيرت في التنفس ديالي فكنجلس ونحاول نعاودها جوج ثلاثه اربع د المرات حتى تيخرج لي داك المخاط اللي كيكون مزيرني تيخرج لي بيان سور. وناخذ وقت الراحه ندير دو تخوا فوا ونرتاح عاود دو تخوا فوا حتى يخرج لي داك المخاط. ربع ساعه 10 دقائق في النهار كافيه بالنسبه للناس بشكل يومي. بشكل يومي الناس اللي كيكونوا ديجا كيف كنقولوا حنا عندهم مخاط على مستوى القفص او الصدر ديالو. فوالا كيمكن لي ايضا ندير الا كنت مزيان ما عنديش شوي با اون كريز يمكن لي نديرها وانا واقف. علاش؟ حيت فاش كنديرها وانا واقف كنخدم واحد العضله اللي مهمه بالنسبه للتنفس اللي هي لو ديافراغم. راه تكوني كتسمعي بزاف على لا ريسبيراسيون ديافراغماتيك. صح. وكل ما تعلمنا نديروا لا ريسبيراسيون ديافراغماتيك كل ما كتحسن لا كاليتي ديال التنفس ديال البطن ديالنا. كيف كنقولوا غنرجعوا نشوفوها صراحه اليوم غنستافدوا منك كيف ديما صراحه طرق ديال التنفس ديالنا. اكيد الناس كلها كتنفس من صدرها او من الحلق ديالها. بزاف اللي ما كتعرفش الطريقه ديال التنفس من البطن غنشوفوها نكتشفوها معك سعاد. غير وانا ناخذ محمد من الدار البيضاء. محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله اختي. شي دايرين لاباس عليكم؟ الله يحفظك. مرحبا سيدي تفضل. الله يجازيك بخير اختي. انا راه نبوس لكم رجليكم واقيلا الا جاب لي الله الشفاء. الله يشافيك اسيدي وبلا هادشي كامل الله يشافيك يا رب. تفضل سي محمد. اختي انا عندي الحساسيه راه تقريبا اكثر من 10 سنين هذه. اها الحساسيه ديالاش؟
المهم انا عندي شي حاجه في الرئه ودابا حتى الحساسيه ديالي ما كيخلينيش نصلي بعض المرات. ما كتنفش منه مزيان مخنوق ديما؟ لا دائما فيها حشيك الخنونه، دائما فيها بعض المرات دائما هز معايا كلينيكس المشواخ. وي بعض المرات الا كنصلي كتخرج ليا كنحيدها في الصاله هذه. نعم. سي محمد دوزتي عند الطبيب شنو قال لك؟ واختي شادي نقول لك دابا انا هادشي اللي وقع لي اكثر من 10 سنين هذه. انا كنت خدمت العمل ديالي في الستاسيون واخا واحد دابا تقريبا 13 عام هذه حسيت بشي حاجه حيت عندي مع وقال الغبره اللي درت ليها الشلو ولا عزيز عليا النظافه. واحد مره حسيت في كرشي درت فيه شي حاجه وطلع لي الصدر ديالي وبشويه ما عرضتش النهار واحد يومين والنيوف خانزين. حاشاكم مشيت عند الطبيب ديال النيوف. الحمد لله عطاني شي حاجه بعدا حيد ذاك الخنز. حيد هذاك الخنز ولكن الحساسيه ما بغاش تحيد. دابا اللي درا مشيت للصدر عند السوق. شهر جوج 2021 قالوا لي سير دير سكانير. انا ما شاء الله ما عنديش باش ندير سكانير وحيد درت صوره ديال الصدر صافي حتى هاد الايامات عاوتاني مشيت درت عاوتاني الصوره ديال الصدر وقلت لي ما عطيتش الدواء تجيب لي سكانير وقلت لي السر عاوتاني الا جمعت شي بركه غادي نمشي ندير سكانير عاد ندي لهم سكانير. نعم محمد عفاك رجع معك. ملي درتي التدويزه عند الطبيب ديالك اشنو قال لك؟ اختي ما بقيتش عقلت راه كثرت عندي المهم خرج لي انا الدواء كنستعملو صافي. لا شنو الحساسيه اللي قال لك الحساسيه ديالهاش؟ والله اختي ما عرفتش. المهم عاوتاني وديك الريحه اللي كانت شويه خايبه في نيفك ما عرفتيش مناش ما قالش لك الطبيب مناش واش دخلتك شي حاجه نيفك؟ الحمد لله ما عقلتش. المهم دابا ما بقاتش الحمد لله ذاك الريحه ما بقاتش ولكن النيف ديالك ديما عامر. نيفك ديما عامر اختي ديما عامره. اول شيء شكرا لك نعم سيدي. نعم سيدي قلت لك مره كيكون عامر حاجتك دائما هز معايا كلينيك. عزك الله. اول شيء شكرا لك بزاف مشواخ المره الجايه. دونك شكرا لك بزاف محمد الله يشافي ويعافي يا رب واكيد غنرجعوا نجاوبوا على السؤال ديالك وناخذوا حتى الطريقه ديال كيفاش نتنفسوا من البطن ديالنا لانها من غير على مستوى الصدر ديالنا ملي كتنفس وكتحيد ستريس هذه الطريقه هذه. فمرحبا بالتواصل ديالكم المستمعين والمستمعات اللي يقدروا يتواصلوا معنا رقمنا راه الاشاره 0522 36 0536 على شهادة فامة. من جديد مرحبا بكل مستمع سمعت مرحبا بالتواصل والتفاعل ديالكم دائما رقمنا راه الإشارة باش أنكم تسولوا على صحة الجهاز التنفسي. رفقة سعاد هاشمي اللي هي متخصصة في التربية الطبية والفيزيائي اليوم كنشوفوا كيفاش ممكن أننا نروضوا الجهاز التنفسي ديالنا أكيد من خلال أننا أول شيء كنخويو الأنف ديالنا ثاني شيء مشينا للطريقة ديال كيفاش كنخويو الصدر اللي كيكون عامر. ملي تيكونوا أطفال صغار أو الرضع ضروري من أن نمشيو عند المختص طريقة ما كتكونش هينة خاصة في الصدر. ضروري خاصنا نمشيو عند المختصين. نمشيو ناخذوا اسئله سمحتي لي سعاد على 0522 36 0536. يوسف من اسفي السلام عليكم. وعليكم السلام بخير اختي لاباس عليك؟ الله يحفظك شكرا. بخير الله يحفظك ليا شكرا. اللهم لك الحمد. بغيت نستشير اختي مع الدكتوره. مرحبا. عندي انا اختي كنعاني من حاسه النخيمه في الصباح. الصباح كانت كنقنت نخم ملي كنفيق من الناس النخيمة كتكون واحدة ليا في القرجوطة ديالي فوق. والنفس يعني بحال كنصطانع النفس خاصني ندير عاد باش تخرج النفس. واخا هاد المشكل هو اللي عندك يعني ما عندكش حساسية ما عندكش ضيق في التنفس ما عندكش حاجة غير هادي اللي كتوحل لك ياك هذاك المخاط اللي كيوحل لك. لا بحال عندي التنفس كان بحال يعني خصني تنصطانع التنفس يعني ندخل عاد نخرج خصني تنوقف ندير يعني هادشي كيوقع ديما ولا غير في تقدري تسولي يعني هادشي كيوقع لك ديما ولا غير في الصباح ولا مره لا دائما ديما كنحس بالكرش ديالي مزيره يعني مزير انا من فوق دائما. واخا عمك دوزتي عند الطبيب؟ مشيت ولكن ما تبعش حتى دارت الراديو قالت لي غادير لي التحليلات وصافي ونسيت. ها ولكن شنو قالت لك عندك؟ مني لا قالت لي فاش دارت لي الراديو على الصدر وداك الشيء قالت لي ودي خصك ديري شي تحليلات ديال الحساسيه ما درتهمش. نعم ولكن شنو قالوا لك عندك باقي ما قالوش لك والو حتى دير ذوك التحاليل؟ لا قالت لي تديري تحليلات باش نشوف واش عندك شي حساسيه او شنو عندك. واخا شكرا لك بزاف يوسف اتبقى معنا في الاستماع رجاء واكيد كل المستمعين والمستمعات مرحبا بالتواصل والتفاعل ديالهم دائما رقمنا راه الاشاره 0522 36 0536. اذا وصلنا للطريقه ديال كيفاش نتنفسوا من الصدر ديالنا
اولا من البطن ديالنا عفوا كيف قلنا طريقه كتسولاجي وكذلك حتى زوينه على مستوى القفص الصدري ديالنا وهاد الامور كيفاش غنتنفس على خصنا نعرفوا بان ديك العضله اللي كاينه قريبا تحت هذا البطن اللي تتسمى له ديافراغم راه تقريبا من اقوى العضلات ديال الانسبيراسيون اللي كندخلوا بها الهواء كنعمروا بها صدرنا مزيان وكنتسماو اننا كنتنفسوا مزيان دكا الو خصنا نحاولوا اننا غنركزوا كندخل الهواء من النف ديالي غير باش الاشاره الناس اللي كيسمعونا هذا الشيء كله غتقدروا تشوفوه على اليوتيوب ديال شاده افم وعلى الفيسبوك ديال شاده افم اللي غننزلوا لكم فيديو باش انكم تشوفوا طريقتين ديال التنفس حسام طريقتين ديال التنفس طريقه ديال التنفس اللي قلنا من الانف والطريقه ديال البطن من يعني اللي غنتنفسوا بها هادو جوج طرق تقدروا تشوفوهم باش تعاودوا مع وحده فوالا ديرهم في الحياه ديالكم اليوميه يلا تفضلي دابا غير انا ملي كنكون اون ديتريس مزير فاكيد ما كنكون كوربي كنكون ميل صدري هنا خصني نحاول نخرج هذاك ناخم باش تنفس ولكن فيما قلت الا كنت كندير تدريبات يوميه في الحاله اللي انا ما مزيرش فيها ما عنديش ديتريس ريسبيراتوار غنحاول نخدم ديك العضله اول حاجه خصني علاش غندير لا تكنيك وانا واقف ولصق ظهري مع الحيط باش ما نقوش صدر الظهر ديالي حيت ملي كنقوس كتافي كنخدم واحد العضلات كتسمى عضلات اكسسوار كاينه عندي هنا الفوق قدام العنق ديالي فاش كنخدمها ما كنوصلش انني نخدم الاخرى اللي بغيت غنوقف عرفتي ملي قلتي اكسسوار كنوقف شنو ديال الزواق ديال العضله الثانويه ديال التنفس سبحان الله هنا ما كنوصلش نخدم هذه العضله ديال البطن اللي كتبقى مهمه فكنحاول نوقف ظهري مع الحيط باش ما نقومش ضري باش ما نخدمش هادو ونوصل نفس لو ماكسيموم لهذيك العضله اللي عندي في البطن ديالي اللي هي لو ديافراغم ندخل النفس وبيان سور من النف ديالي وانت بعد ديك النفس غنحس بها كتهبط ندخل مزيان ونفخ كرشي مزيان لا كتغشي عاودي انا حتى هضرتي اكزاكتومون دونك ندخل انا نهضر في بلاصتك دابا ندخل النفس من النيفي ندخل النفس من النيفه حتى كتعمر كرشها الى صح التعبير كتبداو تخويو حتى كتفش الكرش ديالكم اكزاكتومون ماشي حتى كان اكتيفي ان ديك العضلات تخدم خصني نركز عليها ومنين نكون كندخل نفس نفخ كرشي باش ديك العضلات تتحل مزيان وكتخدم وكيتحل مزيان القفص الصدري والهواء اللي دخلت كيهبط له ماكسيموم حتى لديك السمره التحتاني فوالا يخويهم اللي كنخرج عاوتاني كنزير كرشي كندخل كرشي مزيان بحال كتبلوكيها كنزيرها وكندفع داك نزير ديك العضله باش ندفع الهواء انه يخرج كامل عاوتاني وفي ديك الدفعه كيوقع واحد التيار عندي في وسط صدري اللي كيجر لي ديك التنخم وكيخرجها كما قلتي واحد النقطه مهمه هاد لا ريسبيراسيون هادي ندربوا عليها بواحد الطريقه يوميه لان كتعطينا لا ديتونت هادي واحد النقطه اساسيه وحتى الناس اللي عندهم امراض يعني التهاب الرئتين وعندهم هاد الامراض ديال يعني التنفس بيان سور تيكونوا ديما مزيرين فملي كيديروا هاد لا ريسبيراسيون اون دور دو لا كريز كيحسوا بان ديتونت وكيترخاو لهم كيوقع لهم استرخاء في ديك العضلات اللي خاصه بالتنفس لان سورتو هاد العضلات اللي قلت لك انا كتكون اكسسوار ديما دايره هكا كتلاحظي بان ديما كيوليو دايرين هكا لان هاد العضلات كتولي مخدمه وما فيهاش مرونه فملي كندير لا ريسبيراسيون ابدومينال وكنحل الكتاف ديالي لي وكنحل صدري ونخدم بلو ديافراغم العضله اللي في البطن فانا كنرخي هذه العضلات كلها وكتولي فيها واحد المرونه واحد الاسترخاء وما كنبقاش مزير جميل هذه الطريقه هذه ديال التنفس من البطن واننا كنبلوكي وكنعاودوا نفرغوا هذا راه مزيانه حتى الناس ربما اللي كيبغيو يديروا الرياضات باش على مستوى العضلات ديال البطن على مستوى باش اننا الناس اللي دايرين الرياضه على مستوى انهم يحيدوا الكرش كتساعد راه كتقدر تساعد ان كتليني ديك البلاصه ما كتبقاش بلوكيا انا ما خداماش لا غير ان حيت بزاف المرات مثلا ملي كتجي ديري تمارين على مستوى البطن كتجيك صعيبه لان كيما مولفاش فهاد الطريقه هادي ديال انك كتنفس بهاد الطريقه كتخلي ان هاد العضلات كتخدم كل مره واحد العضله اللي سميتها لو ديافراغم اللي خاصه بالانسبيراسيون فوالا باش ما نخلطوش ماشي كنمشيو نخدموا التقويه ديال عضلات البطن فوالا سي دو شو ديفيرون غير حنا افيكتيفمون النقطه اللي كتعاون في هاد المساله هي اننا ملي كنخدموا ديك العضله كندخلوا واحد لو ماكسيموم ديال الهواء وهذاك لو ماكسيموم ديال الهواء كيخلينا اننا كنديروا الحركات الاخرى بطريقه افضل وحتى ملي نساليو الرياضه ونحسوا براسنا مزيرين في التنفس ديالنا
يمكن نديروا هاد الغسبيراسيون هادي باش لان شوف جميله كل ما الهواء دخل بواحد الطريقه اللي هي مناسبه الكميه الحاله ما كندخلوش كميه مناسبه بواحد الطريقه يومية كما قلتي لنا حنا التنفس ديما عندنا وقت غير فوالا خصوصا الناس اللي عندهم امراض الصدر وعندهم لازم اللي منهم انا مثلا الا ما درتش هاد الغسبيراسيون هادي مره فالصدر ديالي كيبقى ديما مزير فكنحاول انني ديما نعمر صدري ونعمر تاكرشي باش ندخل كميه اكبر من الاكسجين وبالتالي الصدر ديالي يكون عامر بالهواء وما تجينيش لاكريز رابيدمون. ممتاز مازال غنرجعوا نشوفوا نصائح اخيره من خلالك واكيد نجاوب على الاسئله ديال المستمعين اللي غناخذ واحد منها. محمد من الدار البيضاء. محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. الحمد لله. مرحبا سيدي. كنشكر الدكتور الله يكثر خيرها بارك الله فيك. مرحبا مرحبا. الله يكثر خيرك. استاذ الله يجزيك بخير عندي واحد السؤال دابا انا عندي لاطونسيو كطلع ياك؟ اها. ولكن بالنسبه للسباحه مثلا نقدر نبقى دقيقه في الماء وعندي التنفس قوي بزاف. اها. نقدر نبقى واحد المده واش هذا عنده شي تاثير ما بين لاطونسيو والتنفس زعما واش يقدر ياثر مستقبلا ولا لا؟ واخا. واضح مشكل عنده مشكل في لاطونسيو مرض يعني كيتعالج عندك واش الطونسيو ديما تيطلع لك واش عندك كتاخذ عليه دوايات؟ لا كناخذ دواء بيان كناخذ دواء. تاخذ دواء ديال الطونسيون وبغيتي والتنفس ديالك قلتي انك تحت الماء مثلا كتقدر انك تبقى تنفس قوي. عندي التنفس قوي بزاف. واخا. شنو زعما قوي حيت كتبقى دقيقه تحت الماء ولا واحد المده طويله تحت الماء مثلا في الغطس. اها. مثلا في الغطس مثلا في البحر ولا شي حاجه هكا نقدر نبقى بزاف واحد المده ديال تقريبا دقيقه والفوتها كاع ماشي مشكل عندي. واخا. وفي الحياه ديالك العاديه كيفاش دير التنفس ديالك؟ كطلع في الدروج كتنهاش كتمشى شويه كدير عادي جدا ما كنحس بحتى حاجه. نعم انت بغيتي تعرف واش كاين شي تاثير ديال الطونسيو على التنفس. تماما واضح. شكرا لك بزاف. شكرا لك بزاف محمد من الدار البيضاء واكيد الشكر موصول لكل المستمعين والمستمعات اللي يبقوا معنا مازال غنرجعوا باش انا نجاوبوا على الاسئله ديالكم ونعطيو نصائح ايضا للحفاظ على صحه التنفس الجهاز ديالنا التنفسي. رفقه سعاد هشيم اللي متخصصه في الترويض الطبي والفيزيائي مرحبا بالتواصل ديالكم مازال على 0522 36 0536 على شاده اف ام. مرحبا بكل المستمعين والمستمعات مازال على شاده اف ام. مازال كنتكلموا على صحه الجهاز التنفسي. رفقه سعاد هشيم اللي متخصصه في الترويض الطبي والفيزيائي شفنا اول شيء كيفاش ممكن اننا نروضوا الجهاز التنفسي ديالنا باش نخويو الانف الصدر وشفنا طريقه ديال التنفس من الانف ديالنا اللي هي ديجا تكلمنا عليها قبل على ستريس خاصه يعني الانسان اللي كيكون يعني في لومبوتياج اولا في يعني كنقولوا الضوء صراحه ملي كيكون الوقت كديرها فعلا انك كتدومينال فوالا. وتكلمنا على التنفس من البطن وشنو الفائده ديالو على صحه الجهاز التنفسي حتى هي. هاد الطرق هادو كيف قلت فهما غينزلوا لكم على الصفحه الرسميه شاده في يوتيوب كيكونوا بريفونسيون اصلا وتريتمون يعني صح وكي بريفونسيون فوالا. ومن بعد اللي كيكون عنده مشكل في التنفس كيمكن يبقى يقوم به بواحد الطريقه يوميه. ممتاز. نجاوبوا على الاسئله ديال المستمعين والمستمعات. سناء من الدار البيضاء تكلمت البنت ديالها عندها 5 سنين قالت كضربها البرد مخنوقه كانت يعني تخنقات لها السخانه قالت جوج المرات اللي طلعت لها 38 ما دوزتش عند الطبيب. هذا التشخيص ديال سناء بحالنا كاملين كنقولوا البرد. وتكلمت على ان هاد مؤخرا شفت ان اللسان ديالها زراق. شوف دابا الا كانت الطفله ديالها كتحس بها مخنوقه بزاف نيفها وداكشي حتى صدرها راه كنحسوا بصدر ملي كيكون تسد بديت زيرين التنفس كنحسوا بان شي حاجه خصنا نخرجوها. هنا خصنا نشوفوا الطبيب لان الا ما براتش البنيته من بعد 3 ايام من بعد 4 ايام يعني راه كاين شي حاجه اخرى اللي خصنا ناخذوا عليها ان تريتمون. يكون شي تعفن ولا شي حاجه فوالا وسورتو انها طلعت لها السخانه كيف ما قالت. فنيفها الا كتحس بانه مزير حنا قلنا طريقه ان خصها يوميا تنظفوا واش الا كانت ما كتنظفوش اكيد انه غيبقى مخنوق. فاذا بدات تنظف الانف ديالها مثلا غير الصباح وفي العشيه سورتو دابا اللي مخنوقه وكل ما احتاج بنيفه امر دير الطريقه اللي قلت لك تاخذ لها ان برودوي اللي خاص بتنظيف الانف وتقول لها نظفي نيفك توقف عليها جوج ثلاثه المرات في النهار ما تمشي للمدرسه قبل امي ترجع. ايضا تنظيف اليدين هذه حاجه مهمه. الفيروسات كنعرفوا في هذا الوقت كيفاش كينتقلوا فكينتقلوا عن طريق العطيس ولا الكحبه ولا الا ما خصنا شي حاجه وما خصناش يدينا فنعلموا الاطفال ديالنا انهم ديما يغسلوا يديهم فاش يبغوا يخرجوا يغسلوا فاش يدخلوا يغسلوا يديهم ما يقيسوش اي حاجه قبل ما يغسلوا يديهم. الا بغاو يكحبوا يعصوا في الكود ديالهم
في المرفق ديالهم اولا في مشواغ اولا في مشواغ بيان سور ويلوحوه. هذا الشيء ايضا ملي كيكون التناخم جميله وكنكحبوا في المشواغ فكهذا الشيء كيخلينا اننا حتى نشوفوا لا كولور ديال التناخم لان الا كانوا التناخم بدات لا كولور ديالهم كتكون خضراء ولا هذا ضروري ما خصنا نشوفوا الطبيب لان هنا كتكون اون انفيكسيون. اذا هاد لي جيان خصنا اون دو لانستالي مع الاطفال ديالنا بواحد الطريقه يوميه. فالا كان كيسيون غير نيفها عمر تنظف النيف ديالها ديك الزرقيه ديال اللسان لاش تحيدنا تقريبا الوغ شو الزرقيه ديال اللسان ما كنقدرش نقول لك عندها علاقه ديريكت بالتنفس ماشي توقفات وجات اون كريز وزرقات غير اللسان يقدر يكون في شي فطريات في اللسان يقدر يكونوا بزاف ديال الاسباب مي زعما ما نقولكش سي لي ديريكتومون التنفس أوي. التنفس الا كانت بنتها بدات تتوقف من Voilà. النيف ماشي هو التنفس جميله صح. النيف عامر ويباين ملي بدينا كنتوقفوا في الصدر ديالنا شكل اخر كيتوقف اولا الصدر هكا يصفر اولا كيف كنقولوا في النعاس وي اكزاكت دونك نشوف الطبيب ما نبقاوش مطولين تشوف الطبيب بالنسبه للبنت ديالها وان شاء الله خير. محمد من الدار البيضاء تكلم على داك المخاط اللي كيكون على مستوى الدريه تكلم هذه 10 سنين هو يعني كيحس بهذا المرض تكلم قال انه على حسب الخدمه ديالو وان الغبره وهاد الامور شي حاجه قال لك اللي دخلت الانف ديالو كانت الريحه ما زوينهش على مستوى الانف دوز دابا كيتسنى السكانير باش انه يبينوا ليه ولكن تكلم على انه حتى فصلة محمد فوالا تفصلة قال ان النيف ديالي كيسيل يعني مده ديال 10 سنين ماشي سهله. شوف دابا انا ما كنبغيش نجاوب على هادشي لان خصني كنت بالاخصائي عطى المرض شنو هو باش نكون واضح كنعطيو غير نصائح خصنا نعرفوا بان الالتهاب الرئوي بالنسبه للكبار كيجي بزاف كاين السبب الرئيسي هو التدخين وكاين سبب ثاني ان الانسان كيقدر يكون خدام او عايش في شي هواء شي وسط اللي فيه غبار او لا فيه شي مواد كيماويه او لا فيه شي ماده مسمومه اللي كيشمها هادشي كيقدر كتهيج فوالا كيقدر مع الوقت يعطينا التهاب رئوي ماشي راه كيدخل مواد سامه عن طريق لا ريسبيراسيون يقدر يكون هذا هو سبب الله اعلم الا كان المكان اللي كيخدم فيه كما اشار انه فيه شي حاجه كيشمها فما كنقولش بان خصو يدير سكانير باش يعرف واش عنده التهاب رئوي اكيد الطبيب عنده المراحل ديالو باش كياكد المرض وياخذ لو تريتمون لان كي وصل لهاد الا كنا كنهضروا على هذا الموضوع فالمساله راه يعني صعيبه يعني خصو يسربي بالموضوع كل ما كيعطل المساله كل ما هادشي كيلعب بلو برونوستيك دو في ديالو يعني الحياه ديالو لان التنفس في هذا بسبب هذا المرض كيبقى غادي كيقلل لي زيشونج ديال ما بين الاكسجين والسي او 2 تيولي الاكسجين تيدخل نهار لنهار بطريقه ناقصه صح. اليوم ناقص اليوم بعده ناقص شويه فمن بعد كيولي الاكسجين ما كيدخلش غير يولي عايش بلاباري دوكسيجين اذا خصو يمشي رابيدمون بما ان الطبيب طلب له السكانير اذا راه شاك في شي حاجه خصو يمشي رابيدمون بالنسبه للانف ديالو خصو ينظفو كما قلت لك يبقى ينظف الانف ديالو ويخويه يوميا هادشي غير باش ينقص من داك المخاط اللي كيتجمع له في النيف ولكن خصنا نعرفوا السبب الرئيسي لهادشي شنو هو. نعم بالنسبه ليوسف من اسفي تكلم على انه تهوى على داك التناخم او لهاد المخاط قال كيتزير بهم في الصباح وكي انه كيصطنع التنفس باش انه يخرجهم دونك انا ما فهمتش مزيان تيصطنع التنفس مي قال بان كيوقف انه كيبدا باش انه يخرجها وي شوف انا غنعاود نهضر على جوج حوايج النيف مخنوق بوحدها ستر مخنوق شكل اخر النيف مخنوق عندي شويه المخاط مجموع اللي في نيفي كنظفو وصلنا اننا ولينا عندنا مشكل ديال التنفس خصنا نمشيو في اقرب وقت الطبيب المختص. بالنسبه لهذا السيد هو قال بان الطبيب طلب له يدير شي تحاليل وقف وديال الحساسيه وي. يعني تقدر تكون عنده الحساسيه الناس عندهم الحساسيه اكيد انهم كيعانيوا من هذا الشيء هنا فين غنرجع لي جين دو في انهم ينظفوا نيفهم ديما تولي داخله عندهم في نمط الحياه ديالهم التنظيف ديال الانف سورتو الناس اللي عندهم الحساسيه وعندهم امراض الرئتين يوليو ينظفوا الانف ديالهم واللي عندهم امراض الرئتين يوليو يخويو الصدر ديالهم يدخل عندهم في الحياه اليوميه ديالهم باش ما يوصلش للكريز وكيف قلنا حتى في الحساسيه ربما راه باش يعرفوا شنو الحاجه اللي عندك منها الحساسيه باش تفاداها هذه حاجه. محمد من الدار البيضاء تكلم على الطونسيو وعلاقته بالتنفس واش عنده علاقه ولا لا وقال التنفس ديالو مزيان الحمد لله سي اكسل وما نقدرش نحكم شوف لا طونسيون كتكون ضغوطات يمكن الا بقى في الماء بزاف ولا بقى تحت الماء يمكن هو تيدير ديك المحاوله ديال كيبغي يبقى تحت الماء بزاف باش يحس بشي حاجه فالا كان عنده بروبليم دو طونسيون زعما ما خصوش يبقى يمكن يدير سباحه ولكن ما يبقاش يدخل تحت الماء ويبقى مده طويله مزيان التنفس ديالو شي التنفس كيما كان المرض او كيما كان المشكل فكل ما كان عندنا جوده ديال التنفس مزيانه كل ما كنقصوا من الحده ديال المشاكل الصحيه لان هو باش كندخلوا الاكسجين والاكسجين هو اللي كيفرق لي نوتريمون صح كيدور في لو سوم على لي نوتريمون باش كيمشي لاي عضو كل حاجه كتمشي لها ديالها ويعطيها الاكسجين ديالها الكافي باش تخدم كل ما كان الاكسجين ناقص كل ما الاعضاء ديالنا ما كتخدمش مزيان
دونك بخلاصة يعني شفنا أن التنفس شي حاجة مهمة وخاصة في هاد الأمراض اللي هي كاينة ديال اليوم يعني مثلا تكلموا فوالا في هاد الوقت هذا اللي كيكون شوية الحال بارد اكزاكتومون ليجين دلي ما النظافة النظافة نكحبوا نعطسوا داكشي في كيما قلنا في دي مشواغ جو طابل ولا في الكود ديالنا إلا ما كانش عندنا نغسلوا يدينا في كل وقت الإفرازات اللي كتخرج نشوفوها نشوفوا العقلوة ديال الأمهات والآباء إلا كنا مرض نراقبوا الأطفال اللي مرض ملي كنقيو لهم نيفهم فكنشوفوا ديك النخامة كيديروا حتى ملي كنخويو لهم صدرهم بالنسبة للكبار يشوفوا إلا كانت تتبدل كله خصنا نعلموا الطبيب ديالنا أيضا إلا كنا كما قلت هذه قلتها قبيله ونعاود نأكد عليها كاين شي واحد كبير مريض فيه الرواح كما تنقولوا فيبعد من الأطفال لأنه يقدر يكون هو يدوز عليه مرور الكرام ولكن الطفل فاش يلصق فيه يوصل المشكل أكبر بيان سور الأطفال بالنسبة للأطفال الرضاعة الطبيعية كتبقى مهمة بالنسبة للرضع عرفتي فريمون كتنقص بزاف من هذه المشاكل هذه ما نمشيوش للجو اللي فيه التلوث اللي التدخين الله يعطيكم الستر الآباء اللي كيدخنوا ولا الأمهات ردوا البال الأطفال ديالكم لأن راه حنا كنعرفوا بأن هذاك اللي جالس تيشم راه يمكن صعب من هذاك اللي تيكمي دونك هذا الشيء كله تيعطينا هذه المشاكل أنا تنهضر على الالتهاب الرئوي يعني أكثر يعني كنرى واحد الدرجة أصعب من البرونكيوت ولا من النيف مخنوق داكوغ دونك هذا الشيء ردوا ليه البال في هذا الوقت هذا وديروا هذه ليجين دو في إن شاء الله والأمور كتبقى وإلا قلنا هذه النصائح احكوا لها باش نحافظوا على صحة الجهاز التنفسي باش تكون الصحة ديالنا مزيانة كنشكرك بزاف سعاد هاشم اللي متخصصة في الترويض الطبي والفيزيائي على الموضوع ديال اليوم وأكيد حنا استبقنا مي إن شاء الله في اليوم العالمي ديالو غنتكلموا باستفاضة ونشوفوا حتى الأعراض وغيرها والأسباب ولكن اليوم عطينا حتى الطريقة اللي تساعد بزاف ديال الأمهات والآباء اليوم شكرا لك وشكرا موصول كل مستمعين سمعات لي أكيد مازال يبقى معنا من خلال برنامج شادة الأسرة على شادة اف ام مجديد مرحبا بكل مستمعين سمعات مرحبا بالتواصل والتفاعل ديالكم دائما رقمنا كيف قلنا راه الإشارة باش أنكم تشاركوا معنا وتفوزوا معنا كل مرة من خلال الرقم ديالنا اللي هو 07-02-40-40 على شادة اف ام اليوم معنا فاطمة بطبيعة الحال وغنشاركوا وغتفوزوا معنا كل نهار من خلال التواصل ديالكم على الرقم ديالنا نذكر به دائما 07-02-40-40 على شادة اف ام مع فقرة مطبخ إيديال شاركي معنا سر نجاح الوصفة اللي حضرتي لوليداتك بمنتوجات إيديال وفوزي كل أسبوع بمنتوجات إيديال وبعجانة من النوع الرفيع في القرعة الكبرى شنو هي الوصفة اللي تبغي تقدمي لنا؟ إيديال مع الأمهات للحياة إذن كيف العادة كتشاركوا معنا وكتفوزوا كل نهار مجموعة من المنتوجات من إيديال بالإضافة أن الرقم ديالكم كيدخل في قرعة كبرى اللي غتفوزوا معنا فيها بالعجانة دابا غنمشيو مدينة مراكش عند فاطمة فاطمة السلام عليكم السلام عليكم لا زميلة لاباس عليك غير تبتوا وركزوا الله يعطيكم الرضا بارك الله فيك ماشي مشكل قولي فاطمة علاش قطعتي التليفون بيت لا راه قطعت ليها ماشي قطعت هاد المساله هادي حيت اي فوا غتقطعي غنشوفوا مشاركه اخرى تبارك الله المشاركات كثيره بارك الله مي كنحاولوا معكم باش ان حتى اللي اتصلنا بها انها تشارك معنا كاين مجموعه من الوصفات بعتيها ما شاء الله عليك انا غناخذ معك التحليه اللي قلتي انك عجبت الوليدات ديالك غنشوفوا هاد التحليه هادي اشنو درتي في القلب ديالها شنو المكونات اللي درتي تفضلي فاطمه بارك الله فيك لجميلة درت فيها داك جيلي ديال إيديال بنت هاد الحامض والفواكه اللي متوفرة في الدار واخا أنا درت فيها كيوي والتفاح وهذا والليمون وما اللي كانوا عندي في الدار واخا المهم خديت السترو ديال الماء غليتو مزيان خويت فيه هذاك جيلي ديال إيديال بنت هاد الحامض خلطته مزيان قطعت الفواكه ديالي كاملة خديت السيليكون ديالي في دوك الفواكه وخويت انا من داك الجولي ديال ايديال من كات الحامض صافي خليته يرتاح شويه تاخذ حراره المطبخ وخشيتو في الثلاجه من خشيتو في الثلاجه صافي برد لي وقدمته بهكاك بشويه ديال التوت وبصحه وراحه زوقتي من الفوق بالتوت وقدمتي وقدمته الله يعطيك الصحه تحليه سهله وفيها مكونات اللي هي ديال الوقيته دابا شكرا لك بزاف فاطمه من مراكش واكيد الرقم ديالك بالعكس مرحبا ورقم ديالك كيف قلت فهو كيدخل في القرعه الكبرى ان شاء الله اللي غنشوفوا قريب شكون غيفوز معنا واكيد شكر موصول لكل السيدات والساده ما شاء الله عليكم على الوصفات ديالكم دائما الإشارة الوحيدة اللي كنبغي نذكركم بها هي أن الاسم ديالكم بالكامل المدينة منين نتوما والوصفات ديالكم راه تبارك الله كتحلقوا عليها وكتصيفطوها بصورة اللي هي زوينة دائما على الرقم ديالنا ديال الواتساب اللي هو 07-02-40-40 على شادة اف ام
الى سولناك شنو هي الوصفه اللي تبغي تقدمي لنا مع فقره مطبخ ايديال، شاركي معنا سر نجاح الوصفه اللي حضرتي لوليداتك بمنتوجات ايديال، وفوزي كل اسبوع بمنتوجات ايديال وبعجانه من النوع الرفيح في القرعه الكبرى. ايديال مع الامهات للحياه. قلتنا اليوم موضوع هذا كيف العادة كيخص الأزواج كيخص الحياة ديالنا، فاليوم غيكون الموضوع ديالنا هو بالنسبة للأزواج اللي واحد فيهم تيسافر على برا. كنعرفوا بعض المرات كيكون الزوج هو اللي كيسافر على برا، أو اللي كيف كنقول حنا تيتغرب باش أنه كيعاود يكون المستقبل ديالو بزاف ديال الأمور أو اللي يحسن من وضعيته. أو بعض المرات كاينين سيدات اللي هما كيكونوا على برا وأزواجهم كيبقاو هنا أو من بعد كيمشوا عندهم. المهم هذا الإطار، هذا مني كيسافر أحد الأزواج والزوج أو للطرف الآخر كيبقى هنا، هاد الطريقة هادي واش كتخلي من بعد الحياة تكون أيسر أو من بعد كتخلي الحياة الزوجية تكون فيها مشاكل؟ نبغي نعرف تجارب ديالكم، خاصة الناس اللي جربوا هاد المسألة هادي، السيدات اللي أزواجهم كاينين على برا وهما هنايا كيفاش كيعيشوا الحياة، واش وضع طبيعي أو لا، وكذلك حتى السيدات اللي تيكونوا يعني هما على برا وأزواجهم هنا حتى كيلتحقوا بهم. هذا الإطار هذا هو الموضوع ديالنا، فهو هي الهجرة وتأثيرها كذلك على الحياة الزوجية ديالنا. مرحبا بالتواصل ديالكم على الرقم ديالنا اللي هو 0522 36 0536 على شاد FM. المستمعين والمستمعات دائما على شاد FM أكيد، مرحبا بالتواصل وتفاعل ديالكم دائما. رقمنا راهن الإشارة باش أنكم توصلوا معنا وتعطيونا الآراء ديالكم في موضوع ناد اليوم اللي هو تأثير هجرة أحد الزوجين. يعني مني كيسافر واحد فيهم على برا مثلا باش أنه يكون نفسه يحسن من وضعيته، يعني كل واحد وظروفه. هاد المسألة هادي تأثير ديالها على الحياة الزوجية ديالنا. مرحبا بالتواصل ديالكم على الرقم ديالنا 0522 36 0536. خديجة من الدار البيضاء. السلام عليكم. أهلا وسهلا، الحمد لله ربي يحفظك. الحمد لله. رب تفضلي. لا، شنو الرأي ديالك بعدا؟ أنا بعدا الرأي ديالي لا. شنو لا؟ علاش يسافر هو ولا تسافري أنت؟ لا، ما يسافر حتى شي واحد، خاصة أختي المرأة. المرأة خاصها تكون حدا راجلها. وي. في أي حالة. في أي حالة، مشكلة ملي كيكون راجل بعيد عليك ولا المرأة بعيدة ولا هذا، ما كيكونش هذاك الولف. فهمتي؟ معاش انا عن تجربه ديالي انا. فوالا، نبغي نسمع تجربتك خديجه، تفضلي. لا، انا تجربتي في الاول كنت كنقول عادي، ولكن من بعد كتبقى مشاكل. نعم، انت اللي كنتي على برا ولا راجلك؟ لا، راجلي باقي دابا على برا. فوالا. واش مني تزوجتي هو كاين على برا؟ مني تزوجنا هو على برا. شنو المشاكل اللي تقدري تنصحي بها الناس باش ما يوقعوش فيها اليوم؟ هاد الشيء يحط الواحد في الاول. شي ملي يحط هاد الشيء الواحد في الاول كيكون هاني، كي مازال ملي ما تقولهاش في الاول، وهذا ملي كتقولها من بعد كيقول لك ورا انت في الاول اللي قلتي لي راه ماشي مشكل. كتبقاي انت كتلامي على شي حاجه انت ما مجرباهاش. نعم، دونك يعني من الاول ملي غنتزوجوا نقولوا راه انا غنمشي نكون نفسي اولا غنكون على برا اولا عندي الخدمه ديالي على برا وغنرجع غير واحد الاوقات في السنه. داكشي اللي كاين الواحد يقول في الاول. يقول في الاول سواء هي ولا هو برا ولا هذا، يقول لها انا غنمشي، تقول ليه لا ما تمشيش. ولا هو يقول لها ما تمشيش، داكشي يكون من الاول. نعم. اما لا الى من بعد كيطراو مشاكل بزاف. نعم. خلاص، لا كان مخليك مع دارهم ورا راك عرفتي واحد. لا انا ما عرفتش خديجه. لا انا ما عرفتش خديجه. قولي لي كيكون المشاكل بزاف. نعم. قولي لي خديجه، واش كان الاحسن انك تمشي معاه اولا هو يدخل هو المغرب هنا؟ انا ما عنديش مشكل. نعم. وشحال دابا الزواج خديجه؟ شحال الزواج دابا؟ دابا 5 سنوات. نعم. كاينين وليدات ولا مازال؟ عندي وليد. نعم. واش كتشوفي ان هاد 5 سنوات واش بطلت العلاقه واخا داك البعد وهذا، او لا عاد كتزيد المشاكل؟ لا، الحمد لله. من واحد الناحيه الحمد لله، من واحد الناحيه داك البعد تاع على حساب وليداته وعلى حساب هذا، مازال حنايا الكبار نقدروا نصبروا. فهمت. ولكن الوليدات كيكون مشكل بزاف. نعم. اول شيء بعدا الله يصاوب لك كيف كنقولوا دائما خديجه. امين. شكرا لك بزاف انك تواصلتي معنا في هذا الموضوع، عطيتينا التجربه الحياتيه ديالك. كيف قلنا يعني الناس ربما ملي كنشوفوا اليوم الاراء سي فغي، الناس اللي مجربين غيكون رايهم
مزيان وكثر من الناس اللي ما مجربينش. يعني الانسان ملي غيهضر على الزواج وغيهضر على هذه المساله ديال معليش ومساله عاديه كيف قالت خديجه, هي من الامور توضح من الاول وتبين من الاول وتقال من الاول احسن. علاش؟ لان كيبقى داك الانسان تا هو هز معك الحمل والهم. يعني انك النهار اللي غتبغي تقرر انك تمشي على برا او لا غتبغي تسافر, فهنايا غيكون مساله اللي هي واضحه واللي هي مزيانه. فهذه من الامور اللي هي زوينه اننا نهضروا عليها من ديبار ونتكلموا عليها, من الاشياء اللي كتخلي بعد الحياه تمشي بشكل اللي هو ايسر. تكلمات انها من نواحي مزيانه, ولكن من نواحي اخرى على مستوى الوليدات, على التربيه ديالهم, على وجود الاب, هذه امور كلها كتفرق وكلها كتاثر مع الحياه سلبا. ملي تتكلم كذلك تكلمات على انها ملي كتكوني مع دار الزوج ديالك ماشي بحال الا بوحديتك, هذه كلها امور كتكون فارقه اما سلبا او لا ايجابا. بغينا نعرف الاراء ديالكم مازال من خلال التواصل معنا على 0522 36 0536. رشيد من السعوديه. رشيد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا سيدي, نهاركم مبروك. الله يبارك فيك. مرحبا. الله يحفظك. الله يجازيك بخير. فرانشمون لو غادي Ça vous dérange pas si je parle un petit peu de en français, non ? Marhaba, marhaba. Allah j'ai compris. Mm-hmm. Donc, le sujet, il est vraiment, comment on dit, il est palpitant. Mm-hmm. Mais c'est un, comment on va dire, c'est un rajl qui va témoigner. C'est pas la femme comme tout à l'heure. Mm-hmm. Donc, de quoi Alors... on va dire un rajl, parce qu'on a un rajl, quand je suis à Kassé. Mais croyez-moi, l'isolation, il a dit que c'est... بجي وانتي تكوني بجي, كخوي ما كل سنتيمون لي بارطاجي, ما كانش فرق ما بين المراه والرجل في هذا السنتيمون. فوالا هذا الاحساس بصراحه. انا جو بارل دو كيلكان كي تي ا سا فامي, باش نتفاهموا. دونك كيلكان كي اللي قريب وعارف هذه المسائل قريب مشاعريا مع العائله ديالو. الله ينور. جو بونس انا نتمتم كيما نقولوا انتم تفهموا. دونك مي سي كيلكان كي نا كي سون فو ميم سي لي بريزون افيك سا فامي لي تول تون لوان. Mm-hmm. On a juste un exemple. Mm-hmm. Je retrouve par exemple à Célia pour X raisons. Mm-hmm. En même temps, j'ai mon travail ici et là-bas. Mm-hmm. Mais ce n'est pas le côté matériel. Alhamdoulilah, je suis aisé. Alhamdoulilah, Rabbi Misser. Alhamdoulilah, il est wahed. Amin. Mais je me retrouve à Célia par rapport à d'autres sujets. Mm-hmm. Mais croyez-moi, juste le sentiment. Mm-hmm. Ou de Gouli, est-ce que je vais me réveiller ou non? Si dans le cas, ou même faire, je connais Radif Tahali Albert. Elle n'a pas pris. Oui, oui. Hadi, franchement, c'est quelque chose que je voulais partager avec vous. Non. Ça n'a pas de prix. Non. كيف قلتي أنك الإنسان ينعس وما عرفش راسو واش يفيق ولا لا, وتا إلى غادر يعني دار البقاء شكون اللي غيكون معاه؟ شكون هذا؟ ربما هذا السؤال ديال الناس كاملين, ماشي غير كوكبل, يعني حتى الشباب اللي كيخدموا هنا وحتى الشابات اللي تيخدموا بعد على الوالدين ديالهم ربما كيكون هذا الاحساس بارطاجي. تكلمتي ايضا ان ملي تيكون الشخص ديجا هو حاس بالعائله ديالو, حاس بمسؤوليتهم, كيكون عنده نفس الاحاسيس اللي كتعيشهم الزوجه, داك البعد وداك ان بعيد عليها وبعيد على الوليدات. اما الانسان اللي ربما ما كيكونش مهتم بالمسؤوليه بهذا, ربما ما غيهتمش حتى الى كان حاضر او لا ما كانش حاضر, كان في بلاد المهجر او لا كان في المغرب. هنا تكلمتي لي سي رشيد ان الحياه انك كتعطي التجربه ديالك ديال انك كاين سي فغي حنا في المغرب او لا في خارج المغرب, ولكن بعيد على الاسره ديالك. واش ما حاولتيش مع المده, واش هادشي ما كيخلقش لك مشكل بعدا مع الطرف الثاني؟ لا Je pense mon cas, il a smhti li, c'est un petit peu exceptionnel. Uh-huh. Alors, si je me retrouve au Maroc, c'est pas parce que qui m'a dit que c'est pas parce que le khidma ou la chiha. Machi ma huwa maddi, walakin tqdar carrière, tqdar bzaf d lhajat, kayn bzaf d l'omour. Exactement. Walakin daba alhamdoulillah, alhamdoulillah, le moment où twajdi fwahed l'aila, surtout l'épouse. باسكو انا بالنسبه ليا المراه هي اللي كلشي في الدار. يكذب عليك اللي يقول لك الراجل هو الراجل يدخل الفلوس صافي لا, ولكن المراه الا بغات تدخل لضربوه تدخل لضربوه. نعم مزيان ان يكون تفاهم مزيان, يكون حيت المراه حيت الجده تحت اخدام الامهات. اكيد ما يكذبوش عليك المراه سي لا كولون فيرتيبرال ديال العائله. مزيان باش نتفاهموا, راه كيتكون الانسان يكون مع المراه ديالو ما يكونوش متفاهمين, راه الفي لونفير. نعم il veut l'enfer. C'est pour ça alhamdoulillah on شكر الله سبحانه وتعالى انه زكاني واحد السيده اللي الى اونور. جميل. وعندي وليداتي, عندي انا ربي كرمني غير البنات. والحمد لله
ils sont un petit peu grands. Mais j'ai pas hadak le tu sais l'ocht غادي نقول لك il y a pas de secret. Le moment où عندك la confiance dans le couple c'est la totale. Ana hna pendant le corona, j'ai vécu 8 ans astaghfirullah 8 mois tout seul. Oui. 8 mois. لقاي لي انتيا هاد الزوجه اللي تخلي راجلها تمشهور في البلاد. نعم. ما موجوده والحمد لله والله شاهد باللي j'ai pas été voir à droite à gauche. C'est question d'éducation, c'est un principe. وكيف قلتي الثقه؟ كيف قلتي الثقه؟ C'est un principe. ومبدا وي. انا à mon avis كل شيء تربيه. الا تربيتي على المعقول داك الشيء راه يبان لك في وليداتك. وي. كل شيء تربيه مع mon avis. Après il y a des exceptions. مساكن الناس اللي غادروا لحقاش ما لقاوش الفلوس يمشيو على برا. هذه كاين اللي بغى يكون نفسه، كاين اللي بغى يتطور، كاين اللي بغى يقاد. هذيك كتبقى كل واحد الاولويات ديالو. سي رشيد اول شيء بعدا كنشكرك بزاف على التواصل ديالك وشاركتي معنا التجربة الحياتية ديالك، وباش أنك توصل في الزوجة ديالك بأنها زوجة من ذهب، فالله يديم هذه المحبة ويديم هذا التقدير أيضا. كيف تكلمتي ربما ك ديال أنك حبك الله بزوجة بهذا الشكل، كاين كذلك مستمعين اللي يقدروا يتواصلوا معنا هما عندهم نفس الشكل ديال الزوجة ديالك، وكاين اللي عندهم نفس الشكل ديال أزواج بحالك. ملي كتكون كيف قلتي الثقة، ملي كيكون التقدير، ملي كيكون الاحترام، ملي تتكون التربية، أكيد هادشي كله كيظهر جلي يعني في الحياة ديالنا الزوجية. الحاجة المسألة الثانية اللي تكلمتي أن كل واحد وشنو الظروف اللي دفعاته باش أنه إما يغادر البلاد ديالو، إما لأنه كبر على برا، ربما لقى أنه بغي يطور نفسه، بغي يجمع فلوس، بغي يعاود يجي هنا للبلاد وأنه يدير مشاريع. كل واحد وشنو الغاية. إحنا ما غنتكلموش على غاية كل واحد فينا، ولكن نتكلموا اليوم على كأزواج مش هاد الهجرة هذه كتأثر، حيت كاين بزاف الناس راه كاينه الثقه، ماشي ما كايناش، كاينه الثقه بين الازواج، كاينه الثقه كتثق في الزوج ديالها وهو كيثق فيها، وهذا الشيء جميل وهذا الشيء اللي خاصو يكون. ولكن كاين الناس اللي تتقول لك ان كاينين في مواقف بحال الموقف اللي ذكرتي اللي ربما تنعيشوه كاملين، ديال ان الانسان ينعس ما ينوضش، شكون اللي غيكون به؟ هذا ربما احساس راه ماشي ديالك بوحدك السي رشيد، الاحساس ديالنا كاملين، راه احساسي حتى انا كنقول انا كنعس بيتي لتحت وامي الفوق، وانا لي واش غتصيق لي الخبر ديك اللحظه ولا لا. راه هذا احساس ديال 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 الجميع، هذا احساس ديال كل واحد فينا. كل واحد وظروفه، غير هو ملي كيكون الانسان في بلاد كيف كنقولوا حنا مغرب، تيكون الاحساس مضوبل، شكون اللي غيكون به، شكون اللي هذا. حنا ما غنمشيوش في هذا الاطار ديال نقلبوا المواجع، ولكن راه هادو احاسيس مشتركه بينا كاملين. مي واش فعلا واخا تكون الثقه ويكون الاحترام، واش كيجي واحد الوقت في الحياه الزوجيه ديالنا ملي كيكون الزوج على برا او لا تتكون الزوجه، حيت كاينين ديكا اللي كيكونوا كتكون الزوجه هي اللي على برا ورجلها هو اللي هنايا، او لا رجلها غيلحق بها من بعد، او لا الزوجه غتلحق برجلها من بعد. احنا ما غيهمش شكون اللي كاين، ولكن كيهمنا داك الانفصال ديال المسافه ما بين الزوج والزوجه. حتى اللي كاينين هنايا في المدن كنعرفوا ان بزاف ناد خدامين هنا في مدينه الدار البيضاء، ولكن راه مكونين عائلاتهم في الرشيديه، في مراكش، بنكرير، في طاطا، في ورزازات، في فاس، في مراكش. كاين بزاف ديال هاد انا عطيت غير مدن غير عشوائيا، كاينين ناس اللي ماشي خارجين كاع المغرب، كاينين في مدن اللي كتقسمهم مسافات، كاين اللي ساعه ساعتين، كاين ثلاثه السوايع، كاين اربعه السوايع، كاين سته السوايع. مي كيبقى ان هذا السيد ما كاينش مع الزوجه ديالو، يعني بحكم انه خدام هنا في مدينه وهي مثلا في البلاد او مع العائله ديالو. فهنا هاد الطريقه هذه واخا انا يجي مره في العام او يجي مرتين في العام او لا على حسب الظروف ديالو شحال كيجي لدارو من مره، واش كتاثر على الحياه، على جوده الحياه الزوجيه او لا لا؟ واش مساله عاديه انني نصبر واحد سنه سنتين خمس سنوات عشر سنوات باش نكونوا نفوسنا وما يكونوش مشاكل، او لا نفس المشاكل اللي كتكون بين الكوب اللي تيكونوا مع بعضهم كل نهار، نفس المشاكل اللي كتكون بين الكوب اللي كيكونوا بعاد؟ هذا هو السؤال ديالي، نبغي نعطيكم تعطيوني التجارب الحياتيه ديالكم. علاش؟ لان ديما تنقولها ان بالتجارب ديالكم الحياتيه كناخذوا واحد الخبره، واحد العبره، واحد الموعظه، حتى ربما الازواج اللي مقبلين او الساده اللي مقبلين على الزواج ربما كتعطيهم فكره الا كان هذا هو المنظور ديالهم
خديجة تكلمت ان توضح الامور من ديباغ. سي رشيد تكلم على الثقه والاحترام. يعني كاين بزاف ديال الامور اللي ممكن اننا نشاركوها معكم، ممكن انكم تعطيونا اقتراحاتكم من خلال التواصل معنا على الرقم ديالنا المباشر اللي هو 0522 36 0536. كيف ممكن انكم تواصلوا معنا من خلال الصفحه الرسميه شاد اف ام، نزلنا لكم ديجا البوست باش انكم تعطيونا الاراء ديالكم، حتى هي مرحب بها نقراوها باش هكذا تكون الفائده اعم. اذا الهجره ديال احد الازواج واش كتاثر او لما كتاثرش على صيروره الحياه الزوجيه؟ هذا هو سؤالنا لكم، واكيد مرحبا بالتواصل ديالكم مازال على الرقم ديالنا اللي هو 0522 36 0536. وفاء من اكادير. وفاء السلام عليكم. وعليكم السلام. احنا جميله، اهلا وسهلا، لاباس عليك؟ بارك الله فيك، الله يحفظك ليا. وفاء مع او ضد؟ انا ضد. نعم، غير رفع الصوت ديالك باش نسمعوك مزيان. وفاء قلت لك انا ضد راه يكون بعيد على روحه. اها علاش؟ علاش انا حيت انا وياه حنا في مدينه كتفرقنا غير. وفاء واش كتهضر بالهو بارلور؟ لا لا نعم. غير باش نسمعوك مزيان حيت كنسمعوك بعيده شويه. نعم تكلمتي قلتي انا الزوج ديالي بعيد عليا، الخدمه ديالو كتفصل بيني وبين حنا نفس المدينه، ولكن كتفصلنا غير ساعات المدينه، كتفصلنا غير ساعات المدينه وما تيجيش ما تيجيش على 15 يوم 20 يوم، يعني بينه وبينه مسافه بعيده. لقيتي ساعه المقاله اللي كانت بينك وبينه ديال المسافه؟ ساعه المقاله وما كيجيش على 15 يوم. علاش؟ قال لك انا ظروف الخدمه، قال لك انا كيعيط لي في اي وقت. فوالا، يعني انه كيخاف انه يجي للدار ويعاودو ثاني يولي ما يلقاش ترونسبور المسافه. حيت الخدمه ديالو كيعيط لي في اي وقت. نعم هذا حاجه. انت تقبلتي هذا الامر من الاول؟ قالوا لك من الاول او لا تصادفتي به في الحياه ديالك ملي تزوجتي؟ لا انا اصلا ما كانش خدامه هذه الخدمه كاع اصلا، انا حتى من بعد الزواج عاد خدمه هذه الخدمه. يعني هو دابا كنت ساكنه معاه، ومن تحولت دابا تدهورت العلاقه بيني وبينه بزاف، لدرجه انه ولا بغى يعيط في التليفون كيعيط لولادي وما كيعيطش لي انا، تيقول لهم قولوا لامكم. بلاتي وفاء اش 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 بشويه علينا الله يعطيك الرضا. وفاء قلتي في الوقت ساكنه معاهم، ساكنه مع دارهم؟ نعم. واش كنتي ساكنه مع دارهم مع دار راجلك؟ لا كنت انا ساكنه معاه. ساكنين في دار وحده؟ هو في دار وحده، وانا جيت من القريه للمدينه على حساب القريه ديال داري. فوالا، دونك انت البلاصه اللي فيها راجلك القريه؟ القريه ياك. كيف كنقولوا حنا العروبيه البلاد باش تكون واضحه. ياك ملي وصلت القريه وليداتك دخلوا مدرسه تحولتي للمدينه؟ اي ملي مشاو لافاك انا جيت اضطريت نجيب الوليدات نجي، ولكن العلاقه دابا تدهورت بيني وبينهم. تبارك الله، وليداتك في لافاك؟ هاد العلاقه تدهورت غير ملي جيتي مع وليداتك؟ غير جيت مع وليداتي، لدرجه انهم ما تيعيطش في التليفون، تيقول لبنت تيقول لولادي راه قولوا لامكم. نعم. اللي بغى شحال كيوصلها على طريق الابناء. شحال الوليدات عندك ما شاء الله؟ تبارك الله، البنت راه عندها 24 سنه. انت هي كتقرا ياك؟ لا لا تخرجت. فوالا، وعندك الدراري؟ ساكنين في دار وحده؟ ساكنين في دار وحده؟ ساكنين في دار وحده؟ يعني يقدروا يقوموا براسهم؟ كيفاش؟ واش يقدروا يقوموا براسهم؟ يعني يهتموا بماكلتهم بهذا الشيء كامل، أو أنت تصيبي لهم في الويكاند أو لا شي حاجة من هذا الشيء؟ ورا المشكل اللي عندي أنا الدراري دابا كبروا وباقي تابعاهم، أنا الدراري كبروا تبارك الله راه فترة داروا لا صرفت، ولكن أنا باقي كنطيب لهم وباقي تابعهم ومخلي الزوج يدير بوحدو. دابا عرفتي وفاء كتهضري وكتجاوبي راسك، باش نكون أنا عارفك من الخبطة الآن وخاصك غير اللي وجهك. كنتمنى ان المستمعين او لا شي واحد، ما عمرك لجأتي لشي واحد كبير في العائله انك تشرح له المشكل ديالك وينصحك؟ لا نصحوا لي الناس، قالوا لي لا خصك تبقاي مع الزوج ديالك وهما راه قادين على روسو ونبينا عليه الصلاه والسلام. لان تبارك الله علاش سولتك على العمر ديالهم؟ راه الوليدات خاصهم يعتمدوا على نفوسهم، فتخيلي وليداتك ما شاء الله 12 عام، حيت باقي عندي الدريده 12 عام. 12 عام؟ يلاه مشى ليا دابا الكوليج وخصني خمسي تلقى لي مع الدراري ديال السوق، حيت ضروري نسولو فين كنتي مع من مشيتي مع دخلتي دابا فيليك جي شاده السلطه. نعم ولا ولكن الوليد ديالك اللي 12 عام ما كنتيش تقدري تقريه يعني قريب ليك في البلاد؟ راه داكشي اللي ما بغيتش، انا ما بغيتش كل واحد كان كيري لي بوحدو، راه كانت كاريه البنت بوحدها الولد بوحدو. لا بلاتي يعني غبلاتي غبلاتي، دابا البنت ديالك مع خوتها ما عليه، راه تبارك الله كبار يقدروا يكريو مع بعضهم دار تكون لي ديالكم انكم كتجيو ليها الويكاند، والوليد اللي عنده 12 عام كان ممكن انك تخليه معك تحت عينيك ويقرا تديه في الصباح وتجيبيه في العشيه، ماشي بحال.
واش معمرك جلستي مع الزوج ديالك تعرفي اشنو لب الموضوع اشنو لب المشكل؟ كيقول لك انا ما نساليش انا الخدمه ولا هذه. لا ولكن وفاء واش معمرك جلستي مع راجلك تشوفي علاش مقلق علاش ما كيهضرش معاك انت؟ هو ماشي داك النوع اللي كيتحاور ما كيهضرش حيت نهائيا رافض. ولكن وفاء باش زعما نكون انا صريحه معك دابا كجميله، ميت تقولي انا الوليده تبارك الله هاللي في لافاك هاللي تخرج هاللي ما شاء الله هاللي كل واحد شنو تابعو هاللي غيقلب على خدمه هاللي يقدر يخرج لبرا ووليد واحد اللي هو 12 عام كنتي تخلي معك وتخلي مع راجلك وتهتمي بالزوج ديالك وتكوني حداه، اختاريتي انك تكوني مع وليداتك سي فغي راه الوليدات شي حاجه مهمه ولكن حتى الزوج مهم. تبارك الله ما شاء الله ما ماشي دوك الوليدات اللي ضافرين ولا ما شوف ما بقاتش في الدساره وهذا كنكمل المسيره ديالي كنكمل المهمه ديالي. شوف شوف المهمه ديالك ما شاء الله عليك راكي غاده بها راه ماشي بالضروره تكوني الرقيب انها تكون كملات. قلتي ان تبارك الله وصلوا لافاك وكاين اللي تخرج وكاين يعني كبار، هادشي اللي بغيت نشرح معك يعني راه كان بامكانك وفاء انك في الويكند طيبي وتقادي وتصيبي كل شيء وتوجدي كل شيء وتديه ليهم، مثلا انت وراجلك اللي ما كيخدمش السبت والحد تمشيو تقيلوا معاهم السبت والحد، ها الماكله ديال الاثنين ها الماكله ديال الثلاثه ها الماكله ديال الاربعاء الخميس، وحتى الحويجات الا ما كانوش كيصبنوا واخا انها خاصهم يعتمدوا على نفوسهم يصبنوا شويه ويجمعوا الدار شويه ويقادوا شويه. داكشي اللي غادي ندير انا حيت درت واحد البروغرام فراسي باش غادي نبقى ندير 3 ايام تما و 3 ايام هنا. ايوا شوفي وقصحي شويه القليب ديالك راه تبارك الله راه كبار راه خاصهم يعرفوا باللي راه وصلوا للمرحله ديال انهم يعتمدوا على نفوسهم يخفوا عليك شويه الحمل باش يلا تمشي مع الوليدات. كنديروا انا كلشي كلشي يعني شوف وفاء ما تلوميش راسك ما تلوميش راسك وبقاي دائما في الايجابيه وانا كدرتي شي حاجه زوينه غير جا الوقت باش انني نشد العصا من الوسط. اوكي نشد العصا من الوسط ونشوف ونجلس مع الزوج ديالي لان حتى هو عنده مشاكل وعنده بزاف هذا عنده هذا خاصني نبين له حتى هو راه من الاولويات في الحياه ديالي والوليدات ان شاء الله الله يصلحهم لك كيف قلت تلمو كاينين حلول كاين انا كيفاش نحلوا وقلتي انا كيتشاورتي مع ناس وعطاوك نفس هذا الحل فنجربوا ما عليه حنا في الحياه باش نجربوا بزاف د الحاجات واكيد كنشوفوا اللي كتصدق لينا واللي كتتماشى مع اولوياتنا. كنشكرك بزاف وفاء لانك حلتينا الموضوع اللي هو مهم جدا شكرا لك بزاف الله يصاوب لك واكيد شكر موصول لكل مستمعين ومستمعات وفاء. حاله خاصه ولكن كاينين بزاف السيدات اللي كيف كنقولوا حنا تيربيو الكبده على الوليدات ماشي خساره كيف كنقولوا ولكن راه خاص واحد الوقيته من العمر انني هذا الوليد نخليه يكون معتمد على نفسه ماشي نعطيه كل شيء ولكن يعتمد على نفسه. تنعرفوا تبارك الله وليدات وغيرهم اللي ربما تيوصلوا لعشرين سنه او هذا كيمشيو للجامعات او لا كيمشيو للمدارس او لا كيقراو على برا مي الى ما هيئناهمش راه كيوحلوا تهيئ كيفاش غيكون انني نخليه يجمع فراشه يطوي حويجاته يصبن ملابسه الداخليه امور بسيطه يقاد هادي يعرف يطيب شي حاجه بسيطه بزاف ديال الامور راه خاصنا نعلموها الاولاد ديالنا لان ما دائمينش خاصنا نعلموهم الاولاد ديالنا وخاصهم يعتمدوا على نفوسهم هذيك مره غتصدق مره ما غتصدقش هو غادي بحال هكاك ماشي يعتمد على ناس اخرين حيت كنعرفوا هذوك الطلبه اللي كيسكنوا مع بعضياتهم كتلقى ان الطالب هو اللي كيعرف يطيب وكتلقى الطالب هو اللي كيعرف يجمع ويدير التاويل وهذا الشيء كامل لا راه كل واحد خاصو يكون مسؤول على راسه وخاصكني مع بعض كل واحد خاصو يدير الطاش ديالو وخاصكني مع بعض فنصيحتي وفاء صراحه من القلب ديالي انك تجلسي مع راسك بما ان خديتي النصيحه من الناس الكبار تجلسي مع راسك وتشوفي راسك فين غاده نشوف راسنا فين غاديين نشوفوا الايجابيات ديال السكنه ديالك مع الوليدات وهاد الامور كلها واش كاينين شي ايجابيات الا سكنتي مع الزوج ديالك وهاد الامور كلها وشنو السلبيات واكيد راه الكفه اللي بانت لك هي اللي غترجحي وغتمشي في الحياه ديالك اكيد مرحبا بالتواصل ديالكم كنتكلموا على الهجره يعني اولا السؤال كنخدموا خارج المدينه اللي حنا ساكنين فيها كازواج وكنبعدوا على زوجاتنا ولا ازواجنا واش كيأثر على الحياه الزوجيه ديالنا من بعد او لا هذا هو موضوعنا من خلال التواصل ديالكم على 0522 36 0536 على شاده اف ام. من جديد مرحبا بكل المستمعين والمستمعات دائما على شاده اف ام مرحبا بالتواصل والتفاعل ديالكم. اليوم كنهضروا على موضوع اللي كيخصنا كاملين كيخص الازواج كيخص الحياه ديالنا كيخص كذلك الحياة الزوجية وسيرورتها يعني وكيفاش ممكن أنها تمشى من المواضيع اللي كتكون
تكون كنشوفوا ان بزاف ديال لي كوبل تيكون مثلا الزوج على برا او لا الزوجه يعني كيكون خدام على برا او غيره, وكيكونوا كذلك دائما كنقدروا نقولوا بعض المرات كتكون شي كيفاش الانسان كيشوف هذه الحياه. فشفنا من خلال التواصل ديالكم, واكيد مرحبا بالتواصل ديالكم مازال على الرقم ديالنا اللي هو 0522-36-0536. ممكن أنكم تعطونا التعليق ديالكم كذلك من خلال الصفحة الرسمية شدايفين, بحال محمد اللي تكلم خلاصة القول أن في نظري الحياة كتكون ناقصة, يعني متى يكون زوج بعيد على الزوجة دياله أو للعكس صحيح. من خلال المكالمات ديالكم استشفينا أن كاين بزاف الناس اللي تيكونوا ضد, وكاين اللي كيقولك أنا الظروف رغمتها ولا الظروف هي اللي لحتتها, ولكن ملي تيكون الاحترام وتيكون الثقه والتربيه وهاد الامور كلها ربما هاد الاحاسيس كتكون لا على الزوجه لا على الزوج كيحسوا بجوج. مي كاين مكالمات اللي كذلك كيتكلموا على ان الزوجه كتحس اكثر ربما كتتالم اكثر في هاد المساله هذه خاصه الا كانوا وليدات. مرحبا دائما بالتواصل ديالكم على الرقم ديالنا اللي هو 0522-36-0536. تسمعونا الاراء ديالكم كذلك. كذلك المستمعه اللي قبل وفاء تكلمت على موضوع قالت ان هي اختارت ان هي تمشي مع الوليدات ديالها مثلا المدينه لانهم وصلوا لواحد المرحله ديال من التعليم الجامعي باش انها تكون معاهم. هي تكلمت انها فشاتهم واحد شويه انهم ما يمكنش يديروا شي حاجه غير بها هي, وتخلات على الزوج ديالها. بالنسبه لها قالت انه حل طبيعي, ولكن لقات ان داك الجفاء ولقات ان الزوج ما بقاش كيسول عليها, ولقات ان الا بغى يصيفط لها شي ميساج او لهذا مع الوليدات قولوا لماماكم هاد المسائل كلها, دي خلاتها انها تحاول انها تقلب على حلول من خلال مشاوره الناس اللي هما كبار. كل شيء اقترح عليها انها خاصها ترجع وانها تكون مع الزوج ديالها. سي فري هي قالت غتحاول انها دير 3 ايام هنا و 3 ايام لهيه تشوف كيفاش ممكن. مي انا دائما ربما بزاف من اللي غيقولوا هاد المسائل وهاد النصيحه هادي ان خاص ضروري اننا نشدوا العصام الوسط, وخاص ضروري ان وليداتنا ماشي نربيوهم مي نمشيو معهم على اساس انهم يعتمدوا في واحد المرحله من الحياه على نفوسهم. ماشي كنطلقوا كل شيء, مي على الاقل كيعتمدوا نوعا ما على الحياه على نفوسهم, خاصه الوليد ملي كيولي يقرا خارج المدينه ديالو او لا خارج الدار فين كبر. خاص ضروري يكون واحد شويه ديال انه يتعلم يدير هادي ويصيب هادي وهاد الامور كلها. وكان دابا اليوم حل بما انه ساعه المكانه اللي تتفصل ما بين البلاد وما بين المدينه فين نتوما, راه تبارك الله ممكن ان الانسان انه يبقى في دارو وكيف قلت كل 3 ايام وتصيب لهم دوك الشهيوات وتصيب لهم كل شيء وتقاد وتمشي تحط ليهم وتعاود, ولكن هاد الشيء كله راه كيتعب من بعد. فخاص ضروري ان هاد الوليدات يتعلموا يعتمدوا على نفسهم. ربما اليوم الحياة يسرت لهم من خلالك انت كأم, ولكن غدا إلى سكنوا بعد إلى قراوا بعد إلى كانوا خارج البلاد كيفاش ممكن أنهم يتصرفوا. فنحاول أننا نحطوا وليداتنا هما كيف كنقول أمام الأمر الواقع واحد شوية باش أنهم حتى هما يكبروا من هذه الناحية هذه. أكيد ما غيفرطوش في القراية ديالهم لأن تبارك الله وصلوا لواحد يعني السلك الجامعي, والوليد الصغير كيف قلت لها ممكن أنك كان عليك تقري تما وتديه وتجيبي الصباح ولا العشيه, وكيف كيديروا بزاف ديال الامهات وهو تحت عينك. والكبار راه تبارك الله راه كيف كنقولوا راه نوعا ما يكونوا قادين الا عطيتيهم واحد المساحه ديال انهم يقابلوا الشغل ديالهم. والزوج ديالك راه هو عنده واحد الرؤيه ديال انه حتى هو ربما اليوم ما كيتحاورش اليوم ما تيتكلمش, ولكن في من بعد فممكن انه يتحاور انه ممكن انه يتكلم. فجميل وشكرا لكم بزاف على المكالمات ديالكم اللي اكيد كل مكالمة وعندها واحد الجانب في هذا السؤال ديالنا اليوم او للموضوع ديالنا اليوم. كل واحد فيكم كيفاش قرر كيفاش شاف كيفاش هذه الامور كلها. اكيد في هذه الوقيته ايضا كيلتحق بينا الزميل ديالنا يوسف تبابي اللي بطبيعه الحال ممكن انه حتى هو غنسولوه نفس السؤال في حاله الى جات الوقت انه سكن هو في مدينه وزوجته ديالو في مدينه او لا هو في بلاد او زوجته في بلاد, هاد الهجره والتاثير ديالها على الحياه الزوجيه ديالنا. اهلا بك يوسف تبابي. اهلا جميله لاباس عليك؟ الله يبارك فيك. دونك يوسف عرفتيني علاش كنقول صحيح يوسف, واش كتشوف ان الهجره تاثيرها على الحياه الزوجيه خاصه ملي كيكون الزوج يعني هو اللي مهاجر او للزوجه يعني واحد فيهم كيبقى, قداش كتاثر على الحياه ديالنا الزوجيه؟
جميلة. أنا اللي كنظن بأنه ربما قبل الزواج قبل الدخول يعني قبل أي علاقة زوجية ينبغي أخذ هذا الشيء بعين الاعتبار، خصوصا لأن هذا المستقبل، حياة زوجية، كاين وليدات من بعد، كاين مجموعة ديال الظروف اللي ربما تقدر تأثر على الحياة الزوجية، من بينها يعني العامل ديال 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 البعد ما بين الزوج والزوجة، وربما هذا تنشوفوه بزاف، كنلاحظوه بزاف، وكنا كنسمعوه بزاف عند المعلمين والأساتذة، لأنه وربما في السنوات الأخيرة بدا كيتحل هذا المشكل هذا، وبدا ديك القضية ديال التحاق بالزوج وداك الشيء كنا كنسمعوه بزاف عند هما بزاف. مازال الموظفين في الجماعات وداك الشيء كتلقاهم يعني في نفس المكان أو نفس المنطقة ولا نفس المدينة يعني إن صح التعبير. فأنا كنظن بأنه بحال هذا المشكل بالذات وبحال هذا خاص التفكير فيه مسبقا، صح، وإيجاد الحل يعني قبل يعني الشروع مثلا أو قبل ربط أي علاقة مثلا زوجية، لأنه كنظن اللي كيضيع في هذه المسألة هما الوليدات، لأن من بعد تقدروا ربما ما تستمرش الحياة الزوجية، وهذا الشيء اللي ما بغيناش نشوفه يعني، وما بغيناش يبقى يتكرر. كيف قلتي كل موضوع خاصو يتكلم عليه قبل، كل موضوع خاصنا نحطوه يعني من الاولويات قبل ما نسينيو نهضروا على هذه الامور كلها. ملكة ومعليك، كنشكرك بزاف يوسف تبابي، اكيد غتعطينا عناوين نشره الظاهره اللي كتكون مع 12 ونص. اما انا فكنشكر جمال كان معي في الاخراج، حسام مواقع التواصل الاجتماعي، لقاءنا كيتجدد بكم غدا دائما على شاده فام. السلام عليكم.